تيه يا عمدة في الموال الماسخ ده. خلاص يا شيخ محمود، بالنسبة لموضوع راوية ده هنشوف، هنشوف إن شاء الله. يا أبوي هتشوف إيه؟ لك ما خدتش بالك من كلام أنت. ما خلاص يا سيدي قلت لك هنشوف، مش كل حاجة ليها إجراءاتها؟ أنا لازم أمشي بالأصول وأمشي بالقانون، أنت قلت اللي عندك وأنا قلت لك هشوف، يبقى خلاص. السكات على حاجة زي دي يا عمدة معناها موافقة على الفسوق والفجر. نادي نادي يا شيخ محمود، مطلوب محمود يا أخي. يا أبوي أنتوا الصراحة اللي لازم تلايموها عاد. ايوه، وتخلي الوليه اللي اسمها راويه دي تلايمها وتلم نفسيها، ولا حتى تغوروها برا البلد واصل، خلي البلد تنضف. اسمع بقى يا شيخ محمود، احنا سامعين كويس قوي ودريانين باللي بتعمله راويه دي، احنا مش نايمين على ودنا يا اخويا. تبقوا نايمين على عقولكم وقلوبكم عاد، ما تاخذنيش. طيب قول لي كده، سايبها ليه لحد دلوقتي ما كلمتهاش؟ اقول لك انا بقى يا اخويا انا سايبها ليه؟ لان لازم انا امسكها بالقانون، امسكها تلبس بالدليل، مش اي كلام جاجعوني كده وخلاص. انا مالك يا عم، والنبي ما تعصب نفسك، احنا في ايام مفترق يا اخوي، النهارده عيد. خلاص يا شيخ محمود، خلاص يا اخوي قريب هتسمع اخبار كويس. في حاجه تانية يا اخوي؟ لا يا ابو، مفيش حاجه تاني. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قولي لي يا بنت، هو انت يعني سنك يعني قد ايه في الكايه؟ انا مش عارفه هو كام تحديد، بس يعني هم ساعه ما اتجوزت ابو العيله كانوا سننوني وكده. ايوه يعني حوالي، يعني مش بالظبط، يعني في حدود كده. طب اقول لك يعني ممكن كده يعني تروحي وانت جايه؟ ها؟ يعني تيجي كده وانت رايح. ازاي؟ يعني امشي يا بنت كده وانت بتتمشى عشان اشوفك كده وانا شايف. الامر لله، امر لله. ايوه. ها؟ هي راحت ما جاتش. في ايه يا انت؟ متكيف منك يا عمد. فاطمه بنتي يا فاطمه، انت يا بنتي يا فاطمه. يا حمدي ابو العيله، ازيك يا ابو العيله؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانت طيب. انا يعني يا اول ما لقيت حفيظه كده خارجه من الدوار قلت اجي للبنت فاطمه اعيد عليها واقول لها كل عام وانتم بخير ونقعد نتحدث مع بعضينا. اللي هي فين؟ في دوار العمدي. ايوه، هو ما بيقدرش يستغنى عنها خلاص، وهي بالتقصول تلاقيها راحت له برضه عشان تقول له كل عام وانتم بخير. تقصدي ايه يا حمدي؟ اقصد ايه؟ اقصد ايه؟ خليها براحتها، تدعك المواعين براحتها، تمسح البلاط براحتها. انت بتتلوني كده ليه يا وليه؟ ما تتكلمي بالمعدوم. قال يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي، لا بتلون ولا غيره. وانت اخويا مش هتقدر عليها، هتتشطر علي. انا بس حزنانه عليك، حد يسيب الفرس دي ويروح للبخل؟ مش عايز حاجه يا ابو العلي؟ كل عام وانتم بخير. تعيش وتعزم يا عمدتني. بيني وبينك يا اخويا انا اللي بحب اعزم ولا تعزم؟ ستقول ايه بقى الحفيظه؟ كل موسم الاقيها عزمه للعيله وعيله العيله والكبار والصغيرين، ده حتى السيد اللي بيجي متخفي عزماه، بس الحمد لله ان هو مش جاي،
بقول لك ايه يا مبروك، يبقى اقعد اتغدى مكانه وانت هيخسره بخساره. تعيش تعيش يا عمده ابو الكرم كله. بس سيبك انت من شويتين دول، مش ده برضو يا عمده الموضوع اللي ماكنين بيني وبينك يا مبروك؟ البت فاطمه مجننهاني. معاش ولا كان اللي يجننك والعياذ بالله يا عمدتني. البت يا اخويا زي ما تقول ايه، شقت عقلي نصين وشقت قلبي خمس تربع. وقعدت كده واستربحت وقالت لي بقى اتلقى بقى وعدك يا مشتاق واتلسوع بنار الاشواق. والله البنت فاطمه عملت لها كرامات يا عم، وخليتك تقول شعر اهو. خد بالك يا عمدتني، عشقك للبنت فاطمه دي لازم تطبقه لمصلحتك، لانك لو ما طبقتوش لمصلحتك ممكن قوي يا سبحان الله يقل من هيبتك ومقامك. لا هطببه هطببه ونص وخمس تربع كمان. اسكت يا محمد بقى احسن لك. ها انت عمال تلاقي كتير. يا سلام يا اخويا، يعني راسك هي اللي ما فيهاش. اما فاطمه بتلاقي كتير في راس زينب. انت يعني يا اخويا جاي على ميعاد الاكل عيد؟ ايه الدناوه دي؟ ربنا ما يقطع لك عدا يا عثمان يا اخويا. يوم العز ما عندك التانيه ايه؟ كل سنه وانتوا طيبين. انت طيب يا استاذ حفيظ. تعالوا يلا يا عيال، عيدوا على عموك العمده وادعوا له ادعوا له ربنا يكبر بخاطره كده. يلا خدوا منه العيديه. لا مش هدي حد حاجه، ما كفايه الطفح ده كله. العبوا عيد، يلا العبوا عيد. يلا يلا يا اولاد روح. يا اهلا يا اهلا يا دي النور. كل سنه وانت طيبه يا سلفيتي، والسنه الجايه ان شاء الله يا اختي تكوني شايله عوضك كده على ايديكي. ندرن عليا ندرن عليا لو حصل، يعني لو حصل. ومقام سيدي السايح لا كنت بحالك ذبيحه، انما ايه ذبيحه بحق وحقيقي. ربنا يجعله عيد مبروك علينا جميعا. انت يا اختي لما عارفه ان قرايبك مش جايين ايه ده كله ليه كده؟ هي غرامه وخلاص يا ام، دي البركه في اللي موجودين. ربنا يديم العز. كل يا عمدي. لا انا والشيف. كل. يلا بسم الله. يلا كل كل يا علوان. سيب يا عمدي انا هقطع لك اني، ما تمديش ايدك انت ما تزفرهاش. خد. وانت خلصي واقعدي لي جوه. كل يا حبيبتي. كل بالهنا والشفا. يا علو عامر يا استحافظ. قولي انت بقى. فصص لي. كل سنه وانت طيب يا عثمان. وانت طيب وفرحان، اقعد كل. فين العيديه؟ لما اكل اديك العيديه. اقعد كل. كل سنه وانت طيب يا حفيظه. اهلا يا اخويا، كل سنه وانت طيب. كل يا اخويا كل. قلت له يعني خلاص بعد ما تعبتنا دلوقتي الجدي ده عاجبك؟ قال عاجبني بس قال ودنه مقطوعه. قلت يا راجل ودنه مقطوعه انت راح تشغله في الاذاعه؟ بنتي يا حنان. يا نعمين يا ستي. اجري جيب لنا قمعين حلاوه. يلا يا بنت بلاش حسواكه. فراري. يا ابوي يا ابوي على الناس اللي ما عرفاش ربنا ولا خايفه منه دي ناس، اللهم ان لم تهديهم فخذهم يا رب. يا رب يا رب الناس الفاجره دي تاخذها يا رب يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتي بقى إن كان عندي حق لما قلت لك أتجوز؟ وما قلتش كده يعني غية في الحريم ولا حاجة، بس عشان فهمة واللي قالته. ياما نفسي أكسر نفسي. نفسي أنشف الضحكة اللي على طول مطلوقة في حال إيه دي؟ ما هو اللي ينشف ضحكتها دي إنك تجيبي العيل تقوم هي تتنقط وتعرف إنها لا هتطول أسود ولا أبيض. أنت عايز إيه دلوقتي يا عثمان؟ يوهو. هو احنا اللي نقوله نعيده؟ ما قلتلك لازم اتجوز. ولازما ليه يا اخويا؟ ما نشوف اي صرفه تانية. يا حفيظه هنضحك على بعض. يا بنت الايام بتجري والسنين بتفوت. قمت عليك يا عثمان.
دخلت عليك العشرة؟ ولا عمرك تهوني أبدا يا بنت. فهميني، أنا وإنتي ملناش غير بعض، وأني وإنتي نعتبر واحد، يعني أنا بقيتك وإنتي بقيتي، وملناش أي حد في الدنيا غير التاني. وأخوي علوان زي ما أنت فاهمة يتمنى إن أنا أموت النهاردة قبل بكرة عشان يورث، وإخواتك المقاطيع دول اللي واقفين في ظهرك وعاملين إنهم حامينك يتمنوا اليوم اللي تروحي فيه. إيه بقى اللي يرجع كل دول عن اللي في نيتهم؟ حاطط عينك على مين يا عدمان؟ شوف برضو الولية تقول لي حاطط عينك. يا بنتي أنا مش بقول الكلام ده طمعاً في الحريم، أنا بقوله عشان الصالح. أيوه يعني مين؟ يعني إيه رأيك في البنت فاطمة؟ فاطمة مين؟ فاطمة مين إيه؟ فاطمة اللي بتخدمك تحت في الدوار. عايز تتجوز خدمتي؟ عاوز تعمل راسها براسي؟ عاوز تخلي مقامها من مقامي؟ لا، هتفضلي انتي ست الستات. وهي بنت البتات، يعني انتي تقولي لها يا بنت هي تقولك يا ست. طب دي متجوزة يا عمد ولا دي كمان ما تعرفهاش؟ يا ست انتي بس قولي اي ومالكيش دعوة بحاجة، كل حاجة سهلة في ايدينا. هتطلقها من جوزها يا عمدي؟ يا بنت افهمي، دي عيلة وحدانية، يعني لا عيلة ولا ظهر ولا سند، يعني يوم ما تخلف وناخد منها ابنها محدش هيقف ليها ولا يطالب بحقها. قلت ايه؟ يا رب توافق، يا رب توافق. البت تحت واني فوق تعبان. حواف، تعالتي ليه؟ شوف يا ولالة، أنا مانيش رايحة أدور لهم تديه تاني. أهلا. إيه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجة.
أنا مانيش رايحة أدور العمدة ده تاني حتى لو فيها موتي، بس كده بس. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ حواليه حواليه غير يا رب، مش كفايه بقى يا رب ذلي ولا ايه؟ كفايه يا رب، انت ما بترضاش بالظلم ابدا يا رب، انت رحمن رحيم، اكتب لي عليا بقى يا رب، ارحمني يا رب برحمتك، انا مش معترض يا رب على حكمك، بس انا تعبت تعبت يا رب، يا رب ارحمني بقى يا رب يا رب. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ وقعت وقعت يا ابو العيلة في الارض، وقعت. ايوه ايوه وقعتي، واللي يقع بيتمرمغ من كل يمن كده. ها؟ تقصد ايه يا ابو العيلة؟ ها؟ قصدك ايه؟ العمدة مش طايق يبعد عنك دقيقة واحدة. ليه يا فاطمة؟ ليه كل ساعة والتانية يبعت يجيبك؟ السعرات دي يا ابو العيلة؟ السؤالات دي تقصد ايه؟ قصدي انت عارفاه وفهماه والناس كلها بتحكي وتعيد فيه، وانا حمار بيه مش فاهم. انا اقول العم دي بقى طاري ويانا كده ليه؟ هي الحده يا اولاد بتحد في كتاكيت. انت مش ابو العيلة، انت مش ابو العيلة، مش ابو العيلة. لو يجيب لي الحكيم ويبعت لي فلوس ويديكي كحك. خسارك يا خسيس، خسارك يا خسيس يا ظالم. انا تظن فين يا صاحبي زي كده؟ انت اتخبلت في مخك يا راجل، خبل؟ ايوه. انا بعد كل اللي عملته عشانك ده تظن فيا صنعي يا ابو العلي؟ انا شايلك انت وامك وعيالك في حباب عيني الجوز، انا تتهمني تهمه زي دي؟ انا تتهمني تهمه زي دي يا ابو العلي؟ انا تعليق فاطمه يا ابو العلي؟ ومقام السايح، ومقام السايح ما انا قاعده لك فيها دقيقه واحده يا ابو العيلة. ايوه عشان تجري ترجعي للعمده تاني. لا انا ما رجعش للعمده يا ابو العيلة، ما رجعش للعمده يا ابو العيلة، انا غايره من الدنيا كلها، غايره من الدنيا كلها يا ابو العيلة، ومقام سيدي الحسين يا ابو العيلة ما حتشوف خلقتي تاني يا ابو العيلة. يا بنتي مع الكلب ده كلب اوعى يا ابو العيلة بقى، كفاية كفاية. Thank you.
هنتعبت يا أم ولا هنتعب. الدنيا تعبتني قوي يا غالي وجرت عليا وظلمتني. اي والله يا امي ظلمتني، وحتى ابو العيله جوزي هو كمان جرى عليا وظلمني وظن فيا العيب. واني والله يا امي ما عملت حاجه. الله يسامحك يا ابو العيله. لا الله لا يسامحك يا ابو العيل، الله لا يسامحك بحق الظلم اللي ظلمتهولي. انا مش مسامح والله، انا ما مسامح. لا يا رب لا لا، سامحوا النبي يا رب، انا ما استحملش عليه حاجه. الله يسامحك يا ابو العيل، الله يسامحك يا ابو العيل بحق ما ظلمتني. الله يسامحك يا ابو العيلة، الله يسامحك. بسم الله الله اكبر. السماء صافي والقمر بدر. ايوه والطلع هيتوافق، بينك هتنول المراد يا ست الستة. يا رب يا نظيمه. بس انت بقى والنبي يلا بسرعه عشان انا جتتي متلبشي. جمدي قلبك عشان سعيني يجي بفايدي. النسوان والكودي مستنيننا في الدار. يلا بسم الله. عارفه لو ما حصلش يا نظيمه المره دي انا هموت نفسي. بس هموتك انت الاول. ايوه المره دي هي اللي عليها العين والني، بس انت تقولي اللي حفظتهولك. طيب يا ساتر يا رب عليكي، انت مالك يا وليه كده بتتحولي؟ انت بقيت شبه العفاريت ليه؟ القبر ده ينفع. ينفع ازاي يعني؟ تقولي اللي حفظتهولك وما تغلطيش واني ماشيه. لا طب خليكي والنبي قاعده معايا شويه. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لابد ان تكوني لوحدك. ليه؟ وانا هستناك هناك. ليه؟ طب قولي لي هي الاسيد هتطلع لي هنا ولا ايه؟ ايوه وحشتني يا غالي، وحشتني ضمتك قوي يا اما. والنبي يا اما تاخديني جارك، خديني حداكي. انا خلاص مش عايزه اعيش الدنيا دي والله يا اما، انا ما عدت قادر اعيشها. خديني حداكي يا اما، والنبي يا اما تاخديني حداكي يا اما، خديني حداكي يا اما. الله يخليك. يا رب يا رب الانس والجن، ارمي في بطني حصوة عيل ان شاء الله هيحوحد باسمك يا رب. انا يما والله زي ماني، والله يامي انا زي ماني. لو لقمة قد كده بتفرح قلبي وتبسطني، بفرح بنسمة الهوي لما تهب علي وانا وسط عيالي وجوزي. جوزي يما اللي جرى علي، بدل ما يوقفني اللي ظلمتني ويقول لها غوري غوري من طريقنا يا بنت الكلب، جرى علي انا يما. بدل ما يقول لها انكشحي انكشحي. الحنين يا نظيمة، الحنين يا نظيمة، طلعولي بقى يا نظيمة. جرى علي انا يما، جرى علي انا يما. ربنا ما يحرمك من نور عينيك يا فاطمة، ويديك على قد طبتك وصبرك على همي وهم عيالك وابوهم. ربي يكرمك ما يحرمك يا بنتي. اما فاطمة خرجت من البيت يا ستي. بتكلميني يا زينب؟ بس يا بنت يا زينب، نامي يا بنت. ابا ضرب امي وخرجها من الدار يا ستي. ضربها؟ ابو العيلة؟ انت يا ولا ابو العيلة؟ ايوه يا امي. يا ابو العيلة بكلمك رد علي. ايوه يا امي. قال يا ابني انت ضربت فاطمة وخرجتها بره الدار. هي دارك ده تبقى حاجة من غير فاطمة، ولا انت تبقى لك لازمة من غيرها؟
خيبها عليك تضربها ليه يا ولا؟ ده هي اللي شايلانا قطعت ايدك بعد رجلك. اما انت مش عارفة حاجة يا ام، مش عارفة حاجة. انا مش سامعاك ولا عاوز اسمعك. انت تخرج قوامك تجيبها، ولو مرجعتش بيها ما ترجعش ولا عاوز اشوفك. ازيك يا حسين؟ بدي ابو العيلة خير؟ فكرك يا حسين لو فطني زعلت مني زعلة جديدة ممكن تاخد بعضيها وتروح على فين دلوقتي؟ وانت ليه تزعل فطني زعلة جديدة من اصل؟ وانت مالك يا اخي؟ الا هالبتة ما تكون راحت عند العمدي؟ لا 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 ما ظنش، لو كان حد شيع عليه انا كنت هعرف. رحت فين بس يا فاطني؟ انا قلت هتهدي خلق ايه وترجع بس ما رجعتش. خيها عليك يا ابو العيله، هي هتلاقيها منين ولا منين بس؟ هيبقى انت وحفيظي في يوم واحد. مالها حفيظه بفاطني؟ الله يجازيه، سلطت البنات على فاطني، مسكوه وضربوه ومرمغوه في التراب. يعني يا فاطني كل دي فكرك تكون راحت فين؟ هتروح فين بصحيح؟ دي لا عم ولا اخ ولا بنت خال. ايوه انا عرفت، انا عرفت هي راحت فين. راحت فين؟ طب قول لي يا ابو العيله. طب على ماه عليا يا فاطمة.
تزعليش كده أمه، أنا غلطان. النبي ما تزعلي، قومي بينا نروح. يا بت خلاص بقى، النبي ما انت زعلانة، وما أمي السلاح ما انت زعلانة. تنقطع ايدي يا ستي ان اتمدت عليكي تاني، بس انت برضك ما كانش ليكي حق، كان لازم تحكي لي. خفت، خفت يا ابو العيلة، خفت لا تطق في دماغك تعمل عامله كده ولا كده مع العم ده ومراته، ودول الناس مستقويين وما يعرفوش ربنا. وبرضك ما كانش ليكي حق تزعلي الزعل دي. يعني تظن فيا الظن ده؟ مش عايز نزعل يا ابو العلي؟ يا بت دي معناته اني بحبك وما استحملش كلمه واحده عليكي. دمي فار، عقلي فط، ما كنتش متملك نفسي. خلاص السماح بقى يا فاطمه. لا انا زعلان، زعلاني خالص. ما مش سايح ما انت زعلاني. لا انا زعلاني، زعلاني خالص يا ابو العيلة. واني مش قادر خالص، مش قادر خالص يا فاطمه. اخس عليك يا ابو العيلة، اخس. خلاص بقى. لا مش خلاص، قلنا زعلاني يعني زعلاني خلاص، انا زعلاني. فاكر يا عثمان لما جيت تخطبني؟ لا مش فاكر. البواخة دي؟ لا فاكر، كان عندي 17 سنة ونص. طب ما انت فاكر اهو، وكنت حلوة وصغيرة، وشي ده كان قمر. ولا شعري كان حرير. وايه اللي عكننه كده؟ والنبي يا اخويا ما انا عارفة. أسره، وانت كمان كنت خايل البنات في الكفر، كل البنات كانت هتموت عليك، لكن انت كنت هتموت علي. يا ريت نموت. طب فاكر وانت بتلبسني الكردان وايدك جت يعني تتقطع ايدي قبل ما تيجي؟ يا اخويا ما هي بطلت تيجي، اتكسفت انا قوي وانت وشك احمر. في ايه يا حفيظ؟ عايزه ايه السعاده؟ مبسوطه شويه، عايزه اقعد اتكلم معاك كلمتين. صباح رباح يا راجل. بقول لك مبسوطه شويه. يوه، زمان كنت حسيس. ايه الغباوه دي؟ في ايه يا حفيظ؟ ما تنامي بقى، ربنا يهديك. مش نايم يا عثمان، ده انا عملت حاجات كتير قوي النهارده. ده انا رحت ال 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 الطرق وعملت زار طلع روحي فيه، وعملت في نفسي كل اللي انت شايفه دي، وبعدين تقول لي تنامي؟ مش نايمه. كل دي عشان انا يا بيت؟ ايوه. اتريني في بالك وانا مش واخد بالي؟ تعرفي بقى ان انت كمان في بالي وانت مش واخده بالك. والنبي صحيح، تصدقي ان انا عامل لك مفاجاه؟ ايه مفاجاه؟ ايوه، بعد السنين دي كلها مفاجاه. ايوه، غمضي عينك بقى. أغمض عيني؟ أيوه، عشان المفاجأة. أهو. أيوه غمضي قوي.
اهو انا مغمضه عينيا بايدي. يلا فاجئني. عثمان تعرفي يا بهاني أنا مستعدة تغيب عن خدمة الميري النهاردة عشان أقعد أتكلم معاكي وأملي عيني منه. ما أنتي عارفة أنا ما عنديش حد أتكلم معاه غير ماني غلبان ووحداني. زي ما تقولي كده عامل زي زرع البحر تمام، المية تاخده ترميه مطرح ما ترميه ترميه، زرع من غير جدر. أنا عمري كله راح في خدمة العمدي، هو خد عمري واني ما خدتش منه حاجه. ده اني عمري ما حبيت ولا اتحبيت ولو حتى بالكد. اني اصلا عمري كله كدب في كدب. اهدى يخيبك يا دي الوليه، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ الداري يا حلوه الداري. يخرب بيتك وليه، انت على طول يا وليه طالعه لي زي القدر مستعجل. يا اختي لو غيرانه وبتهري مني اعملي زيي. انا اعمل زيك ليه؟ اعوذ بالله. يوه وماله زيي، ما انا زي الفل اهو. اهري يا مهري وانا على مهلي. الارض بارت وشققت وخلاص، والجدر لما تعملي فيه ايه؟ ما منوش فايده يا وليه. لمي روحك بدل ما رقعلك على صدهك اللي طول كده دي. وانا يا حبيبتي وولادي الخمسه كده هننزل ناكلك اكل بسناننا. يا اختي جاتكنيلي عليكي وعلى عيالك الخمسه، جاتكنيلي. سديتي نفسي؟ شفت اللي تنكسر رقبتها ويعددوا عليها من بدري بتقولي ايه؟ وانت اللي جايبه لروحك وتعبه نفسك على الفاضي. ما قلتلك اتجوز واجيب العيل، وما هي بقى تلاقيها مكتومه وملكومه. لا ما خلاص، ده البشاره بانت وبين كده المراد حنوله وحكيد العزال ان شاء الله. نظيمه برضو اقطع دراعي من رجلي اما كان كل الكلام ده اوانطه في اوانطه. لا ما انت اصلك ما عرفتش. ايوه ما اعرفش ومش عايز اعرف. بعدين ايه اللون اللي انت لابساه ده؟ عندك الحظبة؟ انت احلى لون يليق عليكي اللون الابيض من فوق راسك كده لتحت رجليكي. ايه يا عثمان هو انا لسه عروسي؟ لا الكفن. لساكي زعلانة يا فاطمة؟ أنا مش زعلانة منك يا أبو العيلة، أنا زعلانة من الدنيا. ملعون أبو الدنيا اللي تزعلك دي. طب إيه رأيك؟ أنا هاخدك ونروح مقام سيدي السايح النهاردة. صحيح يا أبو العيلة؟ أيوه صحيح، وهنقضي اليوم كله هناك. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما كان نفسي أروح يا أبو العيلة، ده أنا صدري طابق عليا. وقلت يا رب يا رب نولها لي، اقرا الفاتحه المقام سيدي السايح وادعي ربنا يعدلها لنا، يعدلها لنا والنبي يا رب. امين يا رب امين. يلا يا بنت يلا بينا. يلا انا بقول لك اه عم ده عشان ما تقولش ما حدش نصحني. الست اللي اسمها راويه دي لازم تخلص منها يا عم. ايوه هتهيج علينا الناس وهتقلب علينا البلد. وبعدين احنا مش ناقصين يا عم ده، ممكن الناس تقول ان انت موالس معاه. اي والله ممكن يقولوا كده. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا إلا الحرام. وبعدين الراجل اللي اسمه محمود ده برضه يا عم، أنا ملاحظ كده إنه ابتدى يزين في الدور ده. لا محمود ده ما تخافش منه، ده عضلاته في لسانه، مش هيعمل حاجة. برضه يا عم ده مين عارف، يمكن يقلب علينا الناس، وأدام ابتدى يزين في الموضوع ده، يبقى هيقعد بقى يعملوا البنا في بوقه، كل ما يطلع على منبر ولا يقول خطبه، هيقعد يعيد ويزيد فيه، وإحنا مش ناقصين يا عم. يعني أروح ليه؟ تروح لها مين؟ أنت العمدة. انت تبعت تجيبها وتحذرها هنا اهو وتهددها قدام الاسم محمود دي عشان يعرف ان البلد ليها كبير وان كلمتك ماشيه على الصغير والكبير في البلد دي. ولي يا ابو العيلة خد تعالى هنا، خد تعالى. ازاي رجلك عامله ايه دلوقتي؟
هي عالة هي. طب الحمد لله، تعالى بقى هم ورايا عشان عايزك في كلمتين. دلوقتي؟ ضيه يا عثمان. ايه دلوقتي دي؟ وراك الديوان ولا وراك الديوان؟ لعدم المؤاخذة يا باشي، أنا بس كنت واخد الجماعة كده ورايح نزور مقام السايق. كيتك ايه يالا؟ مقام سايح ايه؟ سيدك العمدة دلوقتي؟ أبقى من مقام سيدك السايح. هم يا واد وراي، عايزك في كلمتين. يا كده دلوقتي ولا ينفعش بعدين؟ وبعدين يقعد انت الا ما تقطعش بنزقك. امال يا ابو العيل هم هم ورا العمد. امشي يالا امشي. هم يالا وراد. عافية خير. يا لهوي يابا! أنا محروم! اقفل ده! ما تخافوش يا عيال! ما تخافوش! ما تخافوش! ما تخافوش! إيه اللي جابك هنا تاني يا محروس؟ عايز أشوف منار. رحت لحد الدار لقيت الخفاش محطوطين حوالين مناته. طب أنا أعمل لك إيه يا محروس؟ تروح هنا. وهديها وياك يا فاطمة. عايز أشوفها وأتحدث وياها شوي. الله لا يسيئك يا محروس، كفايه اللي حصل. النبي يا شيخ، النبي يا فاطمة، احب على قلبك عشان خاطر عيالك. ما تقطعش قلبي وعياك يا ابن ابو سالم. عارفه يا فاطمة، انا جيت لك انت بالذات عشان عارف انك مش هتكسري بخاطري ولا بخاطر منار. فعرضك يا فاطمة، انا عارف انك بتحبيها. خلاص خلاص، هروح اجيبها لك وربنا يسترها معاك ومعايا. امين. خلي بالك من العيال. فعلي اقعد يا واد التواف ليه؟ اقعد. اقول لك ايه يا ابو العيله؟ هتبقى انت الغفير بتاع الارض القبليه كلتي. وهديك كمان 5 جنيه في الشهر، قلت ايه؟ ايه؟ 5 جنيه؟ الكلام ده بحق وحقيقي. ايه؟ امال بكذب وكذيب؟ ما تنعل فوزك يا ولد الخبط في لسان. عدم المؤاخذه يا جناب العمدي، بس اصل يعني 5 جنيه دي مبلغ وكتير كتير قوي. مش كتير عليك يا ابو العيل. شوف بقى، كان مروحك لسيدك السايح احسن ولا مجيتك ورانا احنا احسن؟ ده انت كده يا جناب العمدي تستاهل 100 مقام. ده انت كده احسن من السايح ذاته. اي والله العظيم. قصدي انت مش واخد بالك يا ابو العيل؟ العمدة حب. اي والله حبك كده اهو، لله في لله. انت عارف يا ولد، الشهريه دي مش ممكن ايوتها حد يتحصل عليها في ايوتها حته، دي شهريه كبيره مش كده؟ ايوه امال، انا برضك بقول كده. انا بقى زي ما تقول كده حبيتك لله في لله، زي ما قال لك عمك الشيخ كده. بس يعني هي الارض مش عليها غفر كتير، لازمتها انا ايه في وسطيه؟ لا دول مالهمش لازمه، انا عايز واحد يكون صاحي، واحد كده يكون منتبه واكون انا باثق فيه. لكن العيال الغفر دول جاتهم 60 نيله تحش رقابيهم كلهم. طب يعني افرض يعني ان انا يعني حابب الشغل في الطحوني، ما هو انا اصلا طحان. تجننت يا ابو العيله ولا ايه؟ في حد يا واد يرفض شغلانه زي دي وبالفلوس دي؟ حد يا واد يهبل انت يرفض رزقه ورزق عياله كده اهو؟ ايه يعني حابب الطحونه يعني؟ وايه الكلام ده؟ يعني انت مش عاجبك الشغل حدايا ولا ايه؟ لا لا يا عم، مش عاجبه ازاي يعني؟ هو بس تلاقي الفرحه لخفنته شويه في نفسه كده يعني، ولا ايه يا ابو العيل؟ استنى انت يا مبروك، ده هو بيقول لك انا حابب الطحونه وشغلتي طحان، يعني كلامنا مش لادد عليه ولا ايه يا والي؟ شفت يا عمدي؟ اهو ملكوم وساكت في نفسه اهو. يبقى موافق يا عم. هو كده يبقى موافق؟ امال ايه؟ مش السكوت علامه الرضا؟ طب ما تقول كده من الاول جاتك نيله وقعت قلوبني. شوف يا واد، انا حبيتك كده لله في لله، وان شاء الله شغلك معايا ده هيخليك تشوف خير يا والي، خير كتير قوي من كل ناحيه، هتقعد كده تلاقي خير 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 يعني ما شاء الله.
محروس. وحشتني قوي يا منار. وانت والله يا محروس. سرعتني يا محروس يا نطاط الحيط انت. الله يجازي اللي كان السبب. بقول لكم ايه؟ ابو العيله زمانه جاي. ابو العيله عالم باللي فيه. ما تعوليش هذا. فاطمه قالت لي ان انت عايزني في حاجه مهم. اني خلاص هخرج بره البلد دي. الراجل اللي انا قاعد وياه قال لي ان ممكن يدبر لي مكان في مصر. ها ايه رايك؟ رايي في ايه يا محروس؟ تيجي وياه يا مناري. تيجي وياك فين يا ولي؟ وابوها وامها ها هتعمل فيهم ايه؟ ما احنا هنتمم جوازنا الله، وانا هبيع اللي ورايا واللي قدامي في الكفر واسافر انا وهي وابوها وامها. هاي البلد دي تقعد فيه. عندك حق وحياه ربنا، بس اللي هو يعني ابو مناري هيلد عليه الموضوع ده؟ مناري حبيبتي هتكلمه وهيوافق باذن الله. انا همشي دلوقتي وهاجي لك بعدين. لو ابوك وامك وافقوا بقولي لفاطمه وانا اقول لك تعمل ايه. مع السلامه. اوعى نفسك يا محروس. لا حول ولا قوه الا بالله. جبت امك يا اختي. يا عندها شرطه الدم كده. الطماطم بدوت يا بوي. بهدل. العوافي عليكم. ازيك يا عمده؟ واحد يا اخويا من رجالتك اللي ماشيين وراك كده في الرايحه والجايه جالي لحد داري وقال لي انك عايزني. يو قصدي عايز تكلمني في حاجه. يا ستار عيوب العايبين يا رب يا ابو. خير يا عمده. يا عمده فيه ايه يا جنب العمده؟ يا حاج عثمان. ايوه الست راهي بتكلمك. ايوه نعم حاضر. ايوه نعم حاضر. ايه بتقول لك انت بعت لها عايز منها ايه؟ اني امال اني خير يا عمده؟ لا الحقيقه بقى مش خير. شوفي يا ستين، احنا هنا في بلد ارياف، يعني احنا مش في مصر كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا البلد دي فيها عمده وفيها ضبط وربط وفيه قانون لازم أن يمشي على الكل، واخده بالك انت؟ وبعدين لا مؤاخذه يعني انت لبسك كده يلفت النظر، وبعدين اعمالك كلها يعني ما تصحش وما تلدش على حد ولا ساب. طلعوا طلعوا على النجور ده، ما تتنجور عليه. يا ست راوية عدم المؤاخذة يعني انت ليه مستخفة بالكلام كده؟ عدم المؤاخذة يا عمدة يعني، بس اقل حاجة تتقال على كلام الست يعني انه ما يصحش وعيب يا عمدة. هو ايه اللي عيبه وما يصحش؟ ليه؟ هو انا بعمل ايه مزعل القانون مني يا عمدة؟ شوفي احنا مش عايزين نخوض في الحكاية دي. لا انا احب اخوض، اخوض قوي واستفسر عشان ابقى واعية وفاهمة. خلاصة الكلام يا ست، انت تبعدي عن بنات الكفر خالص، واللي ليك هنا في البلد اتبعيه وتشوفي لك بلد تانية. حلوين قوي، شربات قوي، وايه كمان يا اخويا؟ هو اطلعوا اطلعوا على الفجر وغلد العين اطلعوا. شوفي يا ستي انت، انا بحذرك اهو قدام الشيخ محمود، وعشان برضو ربنا يبقى شاهد علينا. اللي فات مات وعافى الله عما سلف، لكن في اللي جاي بقى انا مش هسامح في أيوتها حاجه غلط. شوف يا شيخ محمود، لا شوفوا بقى كلكم، انا بجوز البنات اللي ما عادوش لاقيين يتجوزوا، لان يا حبه عيني اللي عنده بنيه دلوقتي ما بقاش قادر ياكلها المش، مش يجهزها ويتجوزها، وانا بقى بوفق لهم جوازات تعدل حالهم وحال اهاليهم عالسنة والكتاب، يعني شارع يا شيخ محمود. هو ده القول اللي عندي يا يو. لو انت اسمك ايه يا عمدة؟ اللي تقولي عليه يا اختي راح عن بال. ايوه افتكرت،
يا سي العمدة عتمان. خلصت الكلام يا ست، قصدك ايه انت دلوقتي؟ قصدي يا اخويا ان انا ما بعملش حاجه اسوأ من اللي بيعمله غيري، على الاقل انا بدفع ثمن اللي بعمله، انما غيري بقى بياخد ولا يدفعش، ويجوع ولا ياكلش، ويضيق يا اخويا ولا يساعدش، ولا ايه؟ انا كده خلصت الكلام اللي عندي، فوتكوا بقى بعافيه. العوافي يا سي العمدة عتمان. صلاة النبي. بقول لك يا جناب العمد، الوليه دي يندب في عينها او الدوره بكزان والله. الله يا عمده، سامعني؟ الله يا ابوي، انتوا لازم تربوها الوليه دي، لازم تعملوا حاجه. استغفرك ربي واتوبوا اليك. دي السلام عليكم يا ابوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا غزه والله الراجل تعب. بس اقول لك على حاجه يا عم، الست ده هي اللي ادت فرصه للراجل ده انه يقعد يحقق ويقرر وكده، والصراحه بتاعت ربنا يعني عنده حق. بس الست دي يعني لخفنتني كده في الكلام وخدتني في دوكه. دي ست مخروطه خرطه على المخرطه. اي والله شفتها يا ولا لما قلعت كده واللحم الابيض طلع كده ولعلط وزعلط. ايوه انا كنت شايف اللحم الابيض ده من قبل ما تقلع العبايه يا عم. وبعدين ما هي اللعلطه دي هي اللي جايبانا ورا عدم المؤاخذه. لا بس دي اعربه أعربة وزنبها حامي. هو دي الكلام يا عمدي، هو دي الكلام، زنبها حامي صح. شفت يا عمدي البت مقصوفة الرقبة هي وجوزها عملوا ايه؟ مين مقصوفة الرقبة هي وجوزها؟ اللي ما تتسمى فاطمة. مالها فاطمة؟ مش طلعوا مخبيين الواد محروس في دارهم هي وجوزها الواد الطحان؟ ايه؟ ايوه ايوه يا حضره العمده، انا شايفه الواد محروس خارج من دارهم بعينيا دول، بس هو ما شافنيش لما انا شفته وهو خارج من دارهم. انت يا غفير التوهم. استنى انا بروح على مالك يا شيخ محمود؟ ايه اللي مزعلك كده ومشايلك الهم؟ فضفض لي قول لي، ولا انت غاويت تشيل الهم لوحدك؟ يا ريت الناس كلها تشاركني في الهم ده وتشيله معاي، ما كنتش خفت الخوف الواعر ده كله. ما تخدنيش عليكم مال يا شيخ محمود، قول لي فضفض لي ايه اللي مضايقك الضيقه دي كلها؟ احوال البلد وناس البلد، زي ما اكون خايف على ناس البلد من ناس البلد، هي نفسها مرارة الخوف اللي حسيت بيها زمان سيئة ما حصل اللي حصل في بلدنا، واضطريت اهملها واهج منيها
اتشلتني وبلد حطتني لحد ما النصيب ساقني على بلدكم وجيت هنا وريتك واتجوزتك وانت حببتيني في البلد وناسها وجيت واحد منيها زي ما تكون بلدي في الأصل ولدت فيها وشبيت فيها. طب وربنا المعبود في ناس ياما بيحبوك وبيفتكروك انك من البلد اصلا ومولود فيها بصحيح. اهي الناس دي اللي انا خايف منيها وعليها ام الغايب زي ما اكون ما كنتش واخد بالي من جهل الناس دي. يا ابوي جهلهم شديد قوي واعر يا ام الغايب. يعني هما كانوا لقوا حد علمهم القراية والكتابة يا شيخ محمود وهم قالوا لا. يا بت الجهل اللي أنا أقصده ملوش دعوة بالقراية والكتابة، أنا أقصد جهل الوعي والبصيرة، أقصد عمل قلوب وفقر الضمائر. ناس بلدنا ما بيبصوش إلا تحت رجليهم، طالما اليوم عدى والبطن مليانة وتمام يبقى ما فيش مشكلة في أي حاجة. الناس يا شيخ محمود الفقر غالبهم وكسرهم. ناس بلدنا ما عايزينش يفهموا إن ملو البطون من غير ملو العقول يهد ما يبنيش ويوطي ما يعليش ويوجع يوجع ما يدويش. هم الغايب قولت مهما قالت ما تشفيش. يا واد افهم بقى يا حمار حصاوي، انت لو قلت الواد محروس ده متاوف اني داهيه هنعتبرك شاهد ويمكن تاخد مكافاه كمان، لكن تنكر وتقول ان هو ما كانش مستخبي في دارك هتودي نفسك في 70 داهيه. ليه؟ لأن فيه 70 عين شافته هو داخل دارك و70 زيهم شافوه هو خارج من دارك. يا واد قول الحقيقة، خلص نفسك، انت واد غلبان مش حمل اللي هيجررك من ورا الموال الأخبر دي. قول لي بقى محروس خرج من دارك راح على فين؟ يمين بالله العظيم ما أعرف. تلاتة بالله العظيم ما قال لي. يا واد قال لك إيه؟ يا واد يا أبو العيلة العمد عارف كل حاجة، يا واد عارف مين بيقول إيه وليه وعشان ايه وازاي، فما تكذبش عليه يا والي. هتفضل مش شعبط في الكذب كده يا كذاب يا ابن الكذابه؟ معقوله يعني انا ارعيك واقف جنبك واحن عليك وطيب بخاطرك واديك فلوس من مالي واشفق على رجلك المتنيله دي وعلى حالك الزفت تقوم انت تتوه ابن الكلب المجرم دي؟ معقوله انا عارف اللي هيوديني في داهيه ويجيب له كل البلاوي طيبه قلبي؟ اي والله يا عمد مش كده؟ لكن لو أنا بقى عمدة مفتري وظالم كان كل الناس عملت حساب وكان كله خاف مني وكش كده زي الكتاكيت. لكن أنا برضو من طيبة قلبي بقول دول أهلي وناسي ولاد بلدي، مش عايز يعني أشد عليهم ولا أظلم حد فيهم. اسمع يا واد، أنت لو ما قلتش الواد ده متاوي فين أنا هخليك تقول جاي وروحك تستمنى تطلع ما تلاقيش طلوع. والختم الشريف ما أعرف، والختم الشريف ما أعرف يا عمدي صدقني. برضو لازم تكذب وعمال تنكر. ماشي يا أبو العيلة. أنا منكرش إيه وكان عندي في الدار، إنما والله العظيم ما قال لي رايح على فين. أنا مظلوم والله يا عمدي، مظلوم والله. ماشي خدوه يا واد، أنت هو على الحجز لحد ما يجي جناب المأمور بكرة الصبح يشوف له صرفة وإياه. يلا امشي يا عمدي، مظلوم. امشي مظلوم والله. امشي امشي ما تقاومش. ليه الغلب ده؟ اي والله ومن سمعك يا عمدي. طب بالاذن يا عمدي بقى اروح. راح فين؟ تروح ايه؟ وانت يعني وراك ايه؟ لا في عيل ولا تير مستنيك في الدار ولا حتى ورا عماره مستنياك. انا قلت الكلام ده يا عمدي ولونك جاب متلوك كده يبقى انت عايزني في حاجة، وانا هبيط عنك يا عمدي، انا عارفك، اقسم بالله انا عارف. المهم انت عارف، مش سحب كده ليه وانا ماشي؟ يا راجل اللي ما في وصفة واحدة اديتها لي وجابت معايا نتيجة، إلا كل مرة يقدرق زي الشوال كده على السرير وشخير يجيب آخر البلد،
وكل مره خد يا عمدي وهتدعي لي، خد دي وهتدعي لي، وعمال ادعي عليك وعلى اللي جابوه. لا لا يا عمدي، انا وصفاتي عمرها ما خيبت مع حد ابدا. Yeah. يمكن انت يا عمدي بقى اللي بتستعملها غلط ولا حاجه. يا سلام، كل مره بستعملها غلط، كل مره غلط. بالك انت، انا ما بقاش يلزمني وصفات الدنيا دي كلها طول ما معايا اللي اسمها حفيظه دي، انا بشوفها بتغنى. اهو الحائبا يا عمد، يعني العيب مش في الوصفات بتاعتي، عدم المؤاخذه العيب في المره اللي انت انيه. بالك يا شيخ مبروك، انا لو معايا البنت فاطمه دي كنت تبص تلاقيني كده، يعني تبص ايه؟ طب تبص على ايه؟ اهدي، مفيش خيشه، امشي اطلع بره، يلا بره. السلام عليكم. اهدي، عايز ما حدش يبص عليا كده وابقى لوحدي وتبقى معايا فاطمه كده وماني بقى ايه. ده ايه النوم ده؟ ايه النوم اللي على الغفله ده؟ عايز تنام؟ فرشتنا جاهزه يا اخويا، يلا بينا ننام. مش جاي لي نوم. بالك يا فاطمة، أنا حلاقيها من عتمان ولا حلاقيها من ناس؟ هتسيبونا في حالنا؟ سيبونا في حالنا يا ناس، نعمل إيه يعني؟ نموت نفسنا؟ أحرق الدار؟ نموت أنا وعيالي عشان عتمان يتهد والناس تخرس؟ صلي على النبي في قلبك ومال يا فاطمة، مش كده يا اختي؟ طب ليه يا رب؟ ليه؟ حسد؟ على ايه؟ على الفقر اللي مسوس عضمني انا والعيال وابوهم؟ على البرد اللي بينهش في جتتنا؟ احنا بننام بالليل متحشرين في بعض خايفين من قله الغطي، نحن بنقعد باليوم والاتنين لا بنشوف الزاد ولا حتى اللقمة الناشفة. طب ليه يا رب؟ يكونش غضب؟ طب غضب ليه؟ أنا عمري ما عملت حاجة تغضب ربنا ولا عملت حاجة حرام. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ مش كده يا فاطمة، مش كده يا حبيبتي، سيبيني. ليه يا رب كده؟ هو مفيش غيري؟ ليه يا رب انا بالذات اللي باليني بالهم يا رب؟ بتخلي يا رب الهم يروح لحد تاني يا رب؟ انا فاطميه يا رب. بقول لك ايه يا فاطمه؟ ما تروحي يا اختي للست حفيظه استرجيه. حفيظه دي تتقل عمى ولا انها تشوفني؟ هروحي لها، انت خسرانه حاجه. وخلي بالك حفيظه لو عملت معاكي ايها معروف في الحكايه دي مش هتعمله عشان هي عايزه تساعدك، لا، انما عشان تعرفك انها تقدر تعمل كده. فكر كده، هو كده وابو كده. تعالوا يا عيال، تعالوا اقعدوا مع حنان وانا هروح مشوار وحاجة على طول. نيم العيال وخدي الباب في ايدك وانتي خارجة. حاضر يا اختي، حاضر. يلا يا عيال، يلا يلا. ورب الكعبي ما حصل، ورب الكعبي لست حافظة ما حصل، والله العظيم ما حصل. احنا طول عمرنا ماشيين جنب الحيط يا ست حفيظه. بالعقل كده يعني احنا لاقيين ناكل لما هنتوي حد في دارنا؟ بالعقل كده عليها معايا انت. طيب قولي للمخفي جوزك، ناس ياما شافوا محروس خارج من داركم، حصل يا بنت ولا ما حصلش؟ كذب وافترى، والله يا ست حفيظه كذب وافترى. انا مش عارفه النصايب دي بتيجي علينا منين، بس والله يا ست حفيظه ما حصل. ونبي يا ست حفيظه امان عليكي، الهي يا رب ربنا يرزقك يا رب وينورك كل اللي في بالك، وتزوري قبر حبيبنا المصطفى وتزوري الكعبه، تتوسطي عند العمد لابو العالي. والله العظيم يا ست حفيظه ده قاعد في البيت بقاله ياما، رجله مكسوره ومش قادر يتحرك، ده احنا مالناش غيره والله يا ست حفيظه. والنبي تتوسطي عند العمد، والنبي قولي له يعتق ابو العالي لوجه الله، والنبي يا ست عياله محتاجينه يا ست. هات يا بنت المداس. حاضر.
حاضر يا ست. بوسي. عايزه توسخي لي رجلي يا معفني؟ امشي اطلعي بره، يا رب ياخدك انتي وجوزك. ليه كده ليه؟ ليه؟ ليه كده ليه؟ ليه؟ حتى الافتراء وحش. ايه يا عمري؟ ده الافتراء وحش وحش الافتراء والله، ده حتى ربنا اسمه الرحمن الرحيم. ليه الافتراء ليه؟ ليه؟ طب وجامك بتضربني ليه؟ هو انا عملت حاجة؟ ويا البنت الغلبانة دي عملت حاجة؟ ما هتضربت، انضرب وانت ساكت يا عمدي. ايه؟ مالك يا عمدي؟ مش طايق نفسك وبتخانق دبان وشك ليه؟ والله ما جيت جنب وشه والله. هش هش. ايوه ايه يا حفيظ؟ ايه البنت غلبانة ما تستاهلش منك اللي انت بتعمليه فيها دي. حنين حنين. يعني الحنية وحش ايه؟ اموت في الحنية يا اخويا، اشوف منها ندعة اهو. انت جيت يا ضنايا، الف حمد وشكر لك يا رب. يا فاطمه فاطمه، ابو العيله رجع، ابو العيله رجع بالسلامه. انتوا مش هترد عليا ليه يا اولاد؟ هتقولي القله عاوزه بالله ريقي. لا دي فاطمة، هو أنا كان بيستهيألي إن أبو العيلة رجع ولا أني كنت بخطرف؟ ما بترديش عليا ليه يا فاطمة؟ يبقى أبو العيلة ما جاش. ها؟ ما جاش. قولي لي يا فاطمة جرى إيه؟ عملوا إيه في جوزك؟ عمل فيه ايه اللي تجيله شوطه هو ومراته؟ الهي ما يوع ولا يستوعب البعده. هيجي بكره، هيجي بكره يا بنت. ما انا عارفه انه ما جاش، قلت لك هيجي، هيجي يا خالي هيجي. قولي لي يا بنتي جرى حاجه لابو العيلة؟ جرى له حاجة؟ انت يا بنت حصل ايه؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ احنا خلاص ما عادش فيني بعد الذل والمهاني، هيبقى ايه بعد الدوس بالرجلين النكسي؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بس؟ هيبقى ايه؟ هو الغلبان يملك ايه غير انه ينحني للزمن يا فاطمة؟ عود الغلبان ضعفان، مش حمل ريح تهب عليه وهو واقف تقطمه. انا لما بشوف الجوع في عينين عيالي ولا حتى يعض في بطني بقول الحمد لله يا رب، حمدك وشكرك. لما البرد بيصحيني في عز نومي
واقول يا رب لك حكمه في كده. بس كسرت النفس قاسيه، والمذل وصد اللي عايزين ياكلوا لحمنه ولا يعصوش ايديهم اكتر الف مره من الموت. انا مش سامعه انتي بتقولي ايه يا فاطمه، لكن حاسه بيك يا بنتي واللي بجواك. ربنا على الظالم والمفتري، انت على الظالم والمفتري يا رب، انت على الظالم والمفتري يا رب. بالحق يا شيخ محمود، هي فاطمة لو كانت ماتت كده
تبقى كفري؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ انت بس تقول الحمد لله ان احنا لحقناها قبل لا تخسر دنيتها واخرتها. طب وايه اقول لك يا شيخ محمود في اللي احنا عايشينه ده؟ بس مش كفر؟ يعني البت لما تموت نفسها كده يبقى كفر؟ والظلم والافتراء اللي خلوها يتولع في روحها ما اسموش كفر؟ انا مش فاهم ليه ربنا ما بياخدش العالم المفتريه دي اللي نازله اذيه وعدوان في الخلق ويريح الدنيا منه؟ ليه ربنا سايب عثمان واللي زيه وما بياخدهمش ويخلي عشيتنا فل الفل؟ بس يا اسكت يا اسكت يا دوك في الخشمه، استغفر ربك، لا هتخرف في الكلام انت ولا ايه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما هو برضك يعني ما عادش حد بيرحم يا عم الشيخ، والواحد مننا برضك ليه طاقه، والبت خلاص جابت اخرها، الحمل تقل على ظهرها قوي، كانت هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه البت المنكسره الغلبله دي؟ شوف يا حسان، في واحد من المؤلفاتيه الكبار قال ايه؟ كلام مهم قوي، اسمع. قال لك ما كانت الذئاب ذئابا لو لم تكن الخراف خرافا. فاهم حاجه يا ادم الكلام ده؟ طبعا لا، بس انا برضك شايف يعني ان مفيش حد في الدنيا يحب انه يتزلق ويتهان كده على ولي. ما ديك طلعت فاهم يا ميرزا هيك. شوف يا حسان، لما تداس كرامتك وتقول الطيب احسن، ولما عزة نفسك تتجرح وتقول يا حيط دريني، ويبقى كل همك في الدنيا انك تملى بطنك وتاكل وتشرب وبس، يبقى انت اللي بتهين نفسك يا حسان، انت اللي بتدوس على كرامتك برجليك. طيب والضعيف يا عم الشيخ يعمل ايه؟ الضعيف يقوى بعزته وكرامته يا حسان، يقوى بشموخه. الضعيف ضعيف الإيمان يا حسان، مش ضعيف الجسم والبنيان أبدا. يا مهبل يا مختل أنت. أهو كلام، كفاية أنا كلام، هاريتونا كلام، كلام ابن عم حدي ياد. لا لا يا حسان، ده مش كلام، ده حق. طب جرب كده، جرب توقف في وش الظالم وتقول لا، جرب توقف وتقول عايز حقي وتصر لغايه ما تاخده. يا حسان، ربنا بيحب يشوف عزته وشموخه في خلقه. يا حسان، ما ضاع حق وراءه مطالب يا وكل اللي جابوه. ما قلت ليش ناوي تعمل ايه في اللي انت حبسه دي؟ هربيه. ايوه هتربيه ازاي يعني؟ يعني ايه ازاي؟ زي ما بيتربوا. انا قلت يمكن تكون ناوي تضايفه ولا تمشيه عشان خاطر السنيورة. في ايه يا حفيظة؟ ما تسيبينا نطفح اللقمة. انا عايزك تمشي البت دي وجوزها من الكفر كله. طيب حاضر ماشي، أنا بس عايزك تروقي كده وتشيل الموضوع ده من دماغك نهائي. ليه هو أنت اللي في دماغك موضوع غيره؟ يوه، ما تسيبينا نطفح بقى يا حفيظة. شوف يا عثمان، لو نسواني الدنيا دي كلها انشفتوا وما فضلش غير الميعزة دي برضه مش هتتجوز. استحفيظي 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 حفيظة استحفيظي. فاطمة مالها اشتغلت ترقصي؟ هو ايه اللي عيت؟ ايه؟ ومالك يا اخويا اتنفضت كده ليه؟ هيا بت، خلصنا منها وغارت في داهية؟ لا، دارها هي اللي ولعت ولحقوها هي وعيالها. مين دور البهايم اللي لحقوه؟ أهل البلد، أهل الخير. المهم هي فين دلوقتي؟ الشيخ محمود خدها بيته. يعني هي كويسة؟ شيه نروح ونشوف. شوف يا عثمان، لو خرجت بره البيت ده لا هكون سايبالك الدوار كله. أحسن. وهاخد أرضي وهروح لأخويا سيد، فاكره؟ في إيه يا حفيظ؟ وأنا قلت إن أنا خارج؟ أنا كنت قايم أغسل إيدي. قولي لي يا زفت أنت. أيوه. احكي لي بقى كده الحكاية من الأول للآخر، بس كلمة كلمة وحرف حرف. وانا عايزك بقى بين كل كلمه وكلمه تقولي فاطمه. انا بقول الملك هدومك يا استفط يا استحفيظي.
امشي عليك وعلى اخبار امك. والله العظيم ذنب، يعني الواحد ياكل ولا يشرب ولا يعمل ايه؟ ما تجيبي فاطمه تشتغل عندك يا ست روي، والنبي دي غلبانه وطيبه ومنكسره، وبصراحه كده عايزه اقف جنبها. الله، هو مش الناس لبعضيها برضك ولا هو كلامه خلاص؟ وابو العيلة؟ ايوه ماله ابو العيلة؟ بيحبها؟ الا بيحبها، بيحبها بس؟ يا هناكي يا فاطمة، يا هناكي يا فاطمة؟ يا هناكي على ايه؟ بيتها اتحرق والعمدة قبض على جوزها وحبسه، وانت تقولي لي يا هناكي يا فاطمة؟ جاتك الهم ما يتلم؟ ايوه يا هنا يا ست، وهي الواحدة عايزة ايه؟ غير راجل كده يبقى حبيبها وعايز يحطها في عينيه من جوه ويشيط ويزيد عليها لو حد بصلها بس بترفع عينيه. طب والكلام اللي داير يتقال عليها وعلى عمد؟ قطع لسان اللي يقول كلمه كده ولا كده على فاطمه. وفي في الكفر كله، حتى في جمال وكمال فاطمه، يكشي بس هي الغيره اللي بتاكل في كبد الناس. بيغيروا على ايه يا بنت انت يا مصوفة الرقبه؟ على الضحكه الصافيه اللي من القلب يا دنيله، على ابو العيله اللي ما يستخسرش فيها نفسه وعينه، اللي قبل ما ياكل هو لازم يطمن الاول ان هي قبله كلت وشبعانه ومبسوطه كمان. ده يبقى يحبة عين امه لسه ما خلصت شغل في الطاحونه وطالع عينه وايده متقطعه 100 حته، ياخد اجرته من هنا ويطير على البيت فريره يشوفها اذا كانت عايزه حاجه. ابو العيله، هو في راجل زي ابو العيله؟ فاطمه ست ولا كل الستات؟ عليا وعليكي وعلى فاطمه، الهي تختصي في ترعه ما يلاقوكي يا بعيده. صدعتيني ده يا تصدعك، يلا امشي غوري. حاضر. جاتك مصيبة. عيني عليكي يا فاطمة، والنبي ما تستاهلي كده أبدا. اسكتي يا بيت، ايش فهمك انت؟ دي آخرة المشي البطاء. هي بقى عايزة تعمل كده ليه؟ عشان دارها تروح حتة فحمة وتقوم أخدة بعضها وتروح تقعد حدا العمدة. كلنا عارفين الكلام دي. لا لا يا سعاد، فاطمة ملهاش في كده أبدا. اسكتي يا بيت، انت ايش فهمك انت؟ انت ايش خشاشك كمان احنا في حوارنك؟ ايوة بيت، وما بتمشي من هنا. وما بيت البت دي بوشين، ما تجيبهاش هنا تاني. بس برضو الواحد مش مصدق بقى البت فاطمي يطلع منها كل دي. انت اصلا طيب في مخك وما انتش داري بحاجه. طب ده اني البت فاطمي دي حاولت معايا كتير ياما. ايه؟ ايوه، وانك مني عارف ومتاكد يعني العمده عينه منها، كنت دايما بكرشها وابعدها عني. بس الكلام ده ما يطلعش بره يا زناتي ولا يروح لاي ودن غير ودانك. احسن بالله العظيم، بالله العظيم ازعل. عيب عليك، انت تعرف حنزناتي كده برضو؟ اسمعي يا منار يا بنتي، احنا ربنا ما رزقناش بغيرك. انا وامك انت نورت حياتنا، واللي انت فيه ده منغص علينا عيشتنا، ومش هتخرجي من اللي انت فيه واحنا فيه ده الا لما تجربي حظك مع حد تاني. حد تاني؟ محروس ابو سالم خلاص راحت عليه، وامر ربنا نفد فيه ومستقبله ضاع وطريقك وياه السد، والحمد لله ان ده حصل قبل ما يكتب كتابه عليك. لا يابا، انا مرات محروس ابو سالم وهو جوزي وهتني مراته مهما حصل. والله يخليك يابا، سيبني في حالي بقى. اخرس بقول لك واسكت ساكت. انا خلاص ما عدتش خايف منك ولا من ظلمك. اسمع الكلام اللي هقوله لك ده هون، واديني بقوله لك اهو في وشك وعيني في عينك. انت ظالم واني هشهد بالحق وهجرسك في البلد كله. هتعمل لي ايه يعني؟ هترفدني من الميري؟ يا ريت، عدوي واشتهيت نايبي. اني كده كده صايع وفقران، داني ما باخدش منك غير العيش الناشف ودود المش. هتعمل لي ايه؟ هتسجني؟ يا ريت، اكل ومرعى وقله صنعه. مالك؟
مستغرب ليه؟ أول مرة حد يقولك في وشك إنك ظالم وحرامي وقاتل؟ ما عشان كده سكاكينك حامية على رقاب الخلق. لكن لا يا عتمان، خلاص خلاص لكل ظالم نهاية، ونهايتك على إيداني. أنا اللي هخلص البلد كله من شرك وظلمك وفسادك. ايوه هقوله كده، ما اقولوش ليه يعني، دي حته بني ادم، اخاف من بني ادم هيجوعني ولا يسجني؟ وما اخافش من ربني اللي اقوى من جبابره الدنيا دي كلها؟ انا هروح اديهم له في جنابه واللي يحصل يحصل، هبعبع بالمفتشر واجري على الله. جت وكسه يحنس بيها اخواته. ايه خير؟ صحيلي السعادة ليه؟ ايوه حضرة العمدة، اني جاي لك عشان اقول لك انني قول انني يا انت صحيلي السعادة عشان تقول لي انني ما تنطع عيال. ماني هقول اهو، انا جاي لحضرتك في الكلام. طب مد ما أنا أدخل أجيب الفرد وأديك طختين أخلص منك، ما تتكلم يا نيلة. ماني هقول أهو، عاوز أقول لحضرتك إنك عمدي. طب ما دي معروفة، أنت يا ولد. أني وأنت أنت. ما هو الهبل له ناسه. أنا مش جبان ولا ضعيف قدام حد يا فهيمة. أنا بقدر الكبير، وده احترام مش خوف ولا ضعف. وإياك تقولي كده تاني لأحسن ورب الكعبة. خلاص ما تتحميقش قوي كده، أنت سيد الرجالة يا علوان. وهو احترامك لأخوك يخليه ياخد حقك وحق عيالك في كرشه؟ أخوك ده ما يجيش غير بالعافية. قصدك يعني أمسك في أخويا قدام الناس يا ولي ونبقى فرجة؟ ما انت لو تعرف الناس بتقول ايه عليك، لكن الكلام يجي لحد اصحابه ويوقف. انا بس اللي مش عايزه عكنينك. وانت لسه هتعكنيني؟ هي واقفه ناشفه كده مع اخوك تطلب حقك في ورثك منه وترجعه لك ولعيالك، وترفع صوتك كده وتحدده في مصالح الناس وحقوقهم بدل ما هو نازل فيها حش. وعلى الاقل تقف جنب فاطمه المسكينه والطيب بخاطرها، وتخلى اخوك بقى يسيب ابو العيله جوزها الغلبان. اتنحرر يا راجل، اعمل حاجه، خلي الناس تحس كده انك ليك كلمه بدل ما انت خيخه. خيخه؟ اني خيخه يا بت؟ مش انا اللي بقول كده، الناس هي اللي بتقول كده. وخلي بالك، زي ما عتمان حرق دار فاطني وحبس ابو العيله، بكره هو كمان يحبسك ويحرق دارك. عتمان ما حرقش دار فاطمه يا فهيمه، دي هي اللي حرقته. هي اللي ولعت في الدار من عمايل اخوك فيها وفي جوزها وعيالها. سود العيشه في وشها، وبكره يسودها فيك انت كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب على إيدك يا شيخ مبروك، أحب على إيدك تكلمني العمدي. أنا ما عملتش حاجة، أنا مظلوم والله. وبعدين لازم نخرج، لازم نروح أشوف فاطمي وأمي والولاد والمصيبة اللي جرت لهم دي. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يا رب. وكان عليك ده بإيه بس يا أبو العيلة؟ والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي اخبيها عندي يا شيخ مبروك. شوف يا ابو العلي، انا استاذنت جنب العمده
ان جيلك واضح يحدد معاك. انت غل عندي ابو العيال وانت عارف. وانت عارف معزتك عندي قد ايه؟ ايوه بس انت غلط. اقسم بالله العظيم غلطت يا ابو العيال وغلط كبير قوي كمان. وندمان على الغلط دي. ومقام السايح ندمان عليه. ما هو مش كل مره يا ابو العيال. مش كل مره هيسامحك وعندك مهما كان العمده يا غالي. يعني له هيبته ولازم الناس تحترم الهيبه دي. ايه وانا اقدر اعمل غير كده؟ اهو انت سبحان الله عمال. يعني لما تخلي واد زي محروس دي يا ابو العيله. ليه؟ ايه الحكايه مش كده؟ الواد محروس دي. شوف يا ابو العيله مش هنقضي الحكايه كلام محادثه يا اخويا. من افسد شيء عليه باصلاحه كده ولا لا؟ وانت عمرك يعني بتقول حاجه غلط يا عم الشيخ؟ خلاص يبقى انت كده بقى سبحان الله لازم تعوض العمد وتثبت له اولا ان نيتك صافيه وعمرك عمرك ما تستخسر فيها يوتا حاجه ابدا مهما كانت واللي يطلبه تنفذه على طول. يوم بس يعني وانا حلت حاجه يا ولا ما يبقاش مخك ظلم. امال انا بقول لك لو طلب. حاضر. شوف يا ابو ليلى انت لغايه دلوقتي دماغك مش جايبه العمده كان ناوي يعمل فيك ايه. ده لولاش انا اتدخلت وقعدت اتحايل على العمده لغايه ما قلبي وجعني من المناهدي والراجل الله يكرمه لما لقى قلبي وجعني قال لي خلاص يا شيخ مبروك اللي تقوله ماشي بس الواد ابو العيله ده لازم يثبت لي حسن نيته واني قد الاوض. خلاص انا بقى هروح للعمده واقول له ان ابو العيله تحت امرك وطاعي يا عمده واللي هتقوله وتحكم بيه ماشي ونافد. اي حاجه هتقولها للعمده انا هنفذها. خلاص يا ابو العيله امشي يعني؟ لا تمشي. ايه يا زريبه انت هتفضل قاعد هنا زي ما انت لغايه ما انا اروح اقول للعمده وانت قاعد هنا بقى اخويا رافع ايدك للسما وعمال تدعي ان العمده يحن عليك ويرضى عنك وعلى الله التسهيل. يا رب يا رب يا عم الشيخ. ادعي لي يا ابو العيله. سلام. يا رب. صح النوم يا فاطومة. يلا حبيبتي قومي كليك لقمة. قومي ما تغلبنيش انتي ما اكلتيش حاجة. ياه انا عارفة مين اللي هيقدر عليك. مفيش غير الشيخ محمود. يا شيخ محمود تعالي الحق فاطمة اللي مش عايزة تاكل. يا ساتر ايه الحكاية يا فاطمة؟ مش عايزة تاكل. ليه يا ابوي؟ ياك واكلك ما عجبهاش يا ام الغايب. قومي يا فاطمة سمي وكل يا بابا. قوم. يلا حبيبتي. قومي كلي لك حويجة عشان العيال ياكلوا. يلا يا فاطمة يلا سمي يا بنت. ربنا يهديك يا فاطمة. يا رب. أشر لها برتقان. يا سلام أقشر لك برتقان يا بنت. إيه يا بنتي إيه يا بنتي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. خير يا وليه خير. خلاص أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا ساتر. ايه خير؟ عملت وياها ايه؟ مهيت الطريق. مهيت الطريق؟ ايه مهيت الطريق دي؟ أنا مهلك يا عمد. الحكاية ما تتاخدش أمشي بالطريقة دي. أنا خلاص ما بقاش عندي صبر ولا جلد. أنا هروح له أخليه يطلعها. واحدة يا عمد. واحدة. الحكاية لازم تستوي على نار هادية. هلا هو أنت عايز منه حتة أرض ولا راسين مواشي؟ أنت عايز مراته أم وعياله يا حتمان. وبعدين إن الله مع الصابرين يا أخي.
صبرني يا رب. حضرة العمدة كله تمام يا حضرة العمدة. هو ايه اللي تمام؟ الست راوية العساكر جم خدوها من بيتها دلوقتي. يعني حصل يا ولا؟ ايوه، انا فضلت واقف لحد ما اتأكدت انهم خدوها وجيت على هنا عشان اقول لك. هما خدوها ليه؟ عشان انت تسأل بس. براوة عليه المأمور ده، ايه والله طمر فيه العيش والبط، ما هو ياما زغط هنا. عرفت بقى خدوها ليه؟ ليه؟ عشان كانت بتزغط البط. اتفضلي اقعدي. يزيد فضلك. تدخلي؟ لو عندكش مانع. أنا آسف إن أنا جبتك بالشكل ده. لا أبدا، مفيش حاجة، أنا تحت أمر. بس يعني مستغربة شوية، أصل مفيش حد بيجيبوا العساكر للمركز بالشكل ده إلا ما يكون عامل مصيبة. هو أنا متهمة في حاجة ولا إيه؟ يعني بلاغ من أهل البلد. أهل البلد؟ كلهم؟ غريبة أوي دي. يعني بيقولوا كده لما اغصب انك انت بتعملي حاجات منافعه للادب. ايه دعاره يعني؟ ما هي ملهاش معنى تاني غير كده. مش بالظبط كده يعني. لا هو بالظبط يعني منافعه للادب. هكون بعمل ايه؟ بلعب استغمايه ولا عروسه وعريس؟ بيقولوا انك انت بتمشي في جوازات مشبوهة. جوازات مشبوهة؟ ليه؟ هو سعادتك شايف إن في جوازات مشبوهة وجوازات مش مشبوهة؟ آه، ده إحنا هنلف وندور على بعض بقى. متهيألي ستك فاهمة كويس قوي أنا أقصد إيه، فيا ريت تجاوبي على قد سؤاله بس. شوف يا جناب المأمور، سعادتك بتقول إيه؟ جواز، صح؟ أيوة. طيب يبقى البنت من دول بتتجوز بأهل أبوها وأمها وبرضاها، وبتخرج من بيت أبوها والبلد كلها شايفاها بهيصة وليلة وطبل وسمر البيت جوزها، وبيشوفوها كمان وهي راجعة ست راوية. لا ده القضاء والنصيب، دي مصارين البطن بتتعارك يا سعادة البي. كل اللي انت جوزتيهم بيحصل لهم كده؟ ايه صدفة يعني؟ ما هو أهل البلد ما وراهمش غير الكلام والضرب في سمعة وشرف أي حد عايش مستور بالكذب قبل الست. طب ما هما كمان بيقولوا عليك إنك بتاكل من العمدة عشان تسكت وتتصدر على بلاوي بيعملها. أقوم أنا ولا غيري نصدق كده الكلام على طول؟ شوف يا سعادة البي، نص فلاحين البلد يا أخويا اللي أنت بتتكلم عنهم بيشتغلوا عندي في أرضي، والحمد لله الحمد لله نعمة من عند ربنا فاتحة بيوت ياما.
يعني لو حد فيهم شايف ان انا مش كويسة ولا ماشي بطال كان يجي يشتغلوا في ارضي ليه؟ ولا يجوا يبيعوا ويشتروا ويايا ليه؟ ولا لو واحدة تتعذر تيجي تستلف مني ليه؟ تلاقيهم بس واحد ولا اتنين من اللي ليهم مصلحة في اذيتي، زي كده اللي بيقولوا عليك لا مؤاخذة، ايه الكلام البطال؟ بس انا مش زعلان، بالعكس ده انا مبسوطة قوي، مبسوطة اني جيت هنا اتعرفت عليك وشفتك. طيب يا ست راوي، يعني نفترض لو انا لو على اهل البلد كنت كل يوم اجي اشتكي في المركز. والله كل يوم. ليه خير؟ بيعملوا لك ايه هما؟ نص اهل البلد طمعانين فيا، واللي بكسر بخاطري منه بيبقى عايز يأذيني، والنص التاني باصص لي اكمني صاحبة أرض ومال ونعمة من عند ربنا. اللي أقول يا سعادة البي، هو حضرتك متجوز؟ كنت. اتوفت ولا طلقتها؟ توفت. تعيش وتفتكر، بس يعني هتفضل عايش لوحدك كده على طول؟ قصدك ايه يعني؟ اقصد يعني لو عايز تتجوز انا تحت امرك، هجوزك جوازه تسعدك وتهنيك عالسنة والكتاب، عشان تعرف بنفسك إذا كنت بمشي في جوازات مشروعة ولا لأ. ويعني لو جنبك عندك وقت ياريت تيجي تزورني في بيتي وتقعد معايا شوية عشان تشوف بنفسك. ده جرح بسيط والحمد لله، بس يعني لو فيها سؤالة مني، قال لي مين اللي عورك كده يا شيخ محمود؟ يا ابوي قلت لك محدش عورني، محدش عورني يا زناتي. لا حول ولا قوة الا بالله. بقول لك يا زناتي، أنا عندي حاجة كده عايز أقولها لك من زمان، حاجة مهمة، بس تفتح مخك معاي. قول يا شيخ محمود، ما أنت كلامك كله حكم. الله يخليك، أنت يا زناتي شخص بارد، بارد وأبرد من القطب الشمالي. القطب الشمالي؟ قول لي ليه؟ ليه؟ عشان مناخيرك سواعي كده تتحشر في اللي ليك فيه واللي مليكش. يعني باختصار يا زناتي انت شخص نطع. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ ما قلنا عشان انت بارد وابرد من القطب الشمالي. الا بالحق يا شيخ محمود، هو القطب الشمالي دي من بلدني ولا غريب عن هنا؟ لا يا ابوي ما غريبش، ما غريب الا الشوال. متشكرين يا شيخ محمود. خد يا اخوي، خد اللي يهمك. شكرين يا سيدي. تعبناك معانا عاد. احنا نخدم من غير حاجه والله يا شيخ محمود. ما عارف يا ابوي، وربنا ما يجيب حاجه وحشه. اني هفوت عليك بكري اغير لك على الجرح ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي ورحمه الله وبركاته. يا رب يا ساتر. حقك على ايه يا شيخ محمود؟ شلكت ايدي تتقطع قبل ما اعملها. ما تاخديش في بالك يا فاطمه، ما حصلش حاجه، بس برضو كده كده يا فاطمه تهون عليك حياتك كده يا شيخه العرب. لا يا فاطمه لا، ما كنتش اعرف ان ايمانك ضعيف كده يا بنتي. الغلب اللي شفته، الغلب اللي شفته يا شيخ محمود. يا بنتي لما تضيق بيك الدنيا تكلمي ربنا، اشكيله وادعي يصلح الحال. شايفه مطلع على كل حاجة. ابقى ارمي حمولك عليه يا حبيبتي، هو رحمن رحيم. معلش يا شيخ محمود، غصب عني
والله كان غصب عني. معلش يا فاطمة، بس خلي بالك انت اسمك حلو، اسمك على اسم بنت نبينا عليه الصلاة والسلام، والمؤمن يا فاطمة ما يبقاش ضعيف ونفسه تهون عليه كده والكفر يبقى عليه هين. يا بنتي يا شيخ محمود، أنا الدنيا دقت في وشي، ما عادش فيه حتى خرم إبرة بص منه، والبني آدم برضك لحم ودم يا ناس وبيضعف. أمان عليك يا شيخ محمود، أمان عليك تروح تكلم العمدة يسيب أبو العلي، خليه يخرجه. والنبي يا شيخ محمود، ده أنت شيخ الجامعة وكلمتك مسموعة، وكل الكبير والصغير بيعمل لك ألف حساب، وأكيد العمدة هيعمل لك خاطر، والنبي تكلمه يا شيخ محمود. حاضر حاضر يا فاطمة، هكلمه يا بنتي. وأني نويت أنا وأبو العلي إن إحنا نسيب البلد دي خالص، مش عايزين منها حاجة. وهتمشي تروحوا فين بس يا فاطمي؟ بلاد الله واسعة، ورب هنا رب هناك، ربنا بسط الأرض عشان البني آدم مننا يسعى فيها، وإحنا هنسعى ونشوف رزقنا في حتة تانية، مش كده ولا أنا غلطانة يا ناس؟ لا يا بنتي ما غلطناش، ما غلطناش يا فاطمة. هتكلم العمدة يا شيخ محمود؟ خلاص يا فاطمة أنا وعدتك، هكلمه والله المستعان. يا رب. خلاص يا فاطمة ما تبكيش يا بنتي، خلاص يا فاطمة، خلاص خلاص. كفاية بقى يا بابا. الحقي عمدة، علوان اخوك جاي. لا ما تخافش، علوان اخويا اتصلح وبقى عالي العاد، ده اخر مره قعد يكلمني في انه عايزنا اتجوز واخلف وكده. ايوه ايوه يا عمده، الرك عنيه والسراير. ايه السراير دي؟ السراير يا عمده اللي بتبقى جوه البني ادم دي. جيب لي سراير نام ولا ايه؟ سراير ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا علوان اتفضل. انا كنت عايز اكلمك في حكايه كده يا عثمان. اتكلم يا اخويا، اقول اؤمر، انا سامع. يعني عايز اكلمك بيني وبينك يعني. لا اتكلم عادي، الشيخ مبروك يعني هو راسي على كل حاجه، ده هو اللي. لا معلش معلش يا عم، انا هحاسبكم مع بعضيكم واقوم الحق صلاه العصر. لا والله ما انت قايل، اقعد. الشيخ مبروك ده راجل طيب وبتاع ربنا، اتكلم قول. انا يعني كل ما اجي اتكلم في الحكايه دي اقول عيب يا علوان ما يصحش، عثمان اخوك مش هياكل حقك ابدا. حقك ايه اللي اكله؟ ايه وادي الكلام اللي بتقوله ده؟ هو انت تغيب تغيب وترجع تخيب؟ جرالك ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فهيمه لعبت في ودانك وقومتك علينا. اسمع عاد انت، انا قلت لك قبل كده ان انت مالكش حق عندي، كلام ده قلته لك 15 مره ولا انا مش فاكر كم مره. ازاي يعني يا عثمان؟ زي ما بقول لك كده، هو انا مش مديك تمن فدادين؟ هم دول حقك، عايز ايه تاني؟ عايز بقى تاكل في حق اني؟ مش مكفينك التمن فدادين ترمح فيهم وتاكل من خيرهم انت وعيالك؟ جاي تنهب في حقاني؟ يا عثمان انا نصيبي من ورث ابونا الله يرحمه 22 فدان بالتمام والكمال، وانت ساعه لما اديتني الحجه بتاعت التمن فدادين قلت لي مشي حالك لغايه لما نقعد ونشوف، وهو من ساعتها لا قعدني ولا شوفني، والحسبه باينه، انا اسمتي 22 فدان، ده بالنسبه للارض بس، اما بقى بالنسبه للبيوت. حاسب حاسب حاسب، بالنسبه لايه والفيسبا لايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا يا حبيبي حسبتك غلط خالص من الاول للاخر. انا زي ما قلت لك كده، اهو الراجل ده شاهد علينا، ابويا كان يمتلك الاراضي دي كلها. إيه؟ قول له كده بذمتك. لا ما دام جيت لي ذمتي ابوك الله يرحمه. اهو قال لك اهو، عشان تبقى عارف الحق والمستحق كده عيانا بيانا. ولا ايه؟ بقى كده يا عثمان؟ ايوه كده وابو كده. بص يا حبيبي، ابوك مات على الحميد المجيد الله يرحمه وما كانش حيلته حاجه. أنا بقى بمجهودي وعرقي اللي عملت اللي أنت شايفه ده كله، وأنا من طيبة قلبي وحسن نيتي وخوفي عليك أنت وعيالك اديتك الثمن فدادين دول، لكن تعمل إيه؟ تعمل شير تلاقيه خر. اللي هو غير أن تعمل شر تلقى يعني. قوم ياض من هنا. أنا هعرف آخد حقي إزاي بقى منك؟ هتعمل إيه يا دلدول فهيمة؟ جاتك نيلة عليك وعلى ربايتك، بقى هي دي المرجلة؟ هي دي الرباية؟ تقف قدام أخوك الكبير وتنهده كده الكلمة بالكلمة؟ خلاص يا عمدة.
هدي نفسك كمان، ما يستاهلش وبين صحتها. حرق دم الله يحرق دمه. اي والله حفيظه كان عندها حق، الصنف ده خسيس ما يجيش غير بالدقه على دماغه. على بالك يا عم، قالوا انت تقول لي اخويا الولد صالح ده بيكلم، فاكره جاي يكلمك في الجواز والخلفه اياك. اي والله اخر مره قعد يكلمني قلت الواد عقل وربنا هداه اهو رجع لجنانه تاني. سيبك منه بقى. ايوه عندك حق والله، سيبنا منه بقى. ايوه وخلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه بقى في موضوع ابو العيله؟ شوف يا ابو جلام بنت، اني في مقدوري اني ادوس عليك كده اهو زي الصرصار افعصك واخليك ما تشوفش الدنيا دي تاني ابدا، ده في مقدوري. لكن انا يا ولا مع ان ايدي طايله لكن قلبي حناي. ربنا يخليك لينا يا عمدي، ربنا يخليك. انا عارف انك لا ممكن ابدا تاذيني ولا ترضالي البهدلي، انت راجل افضلك عليا كتير. انا في عرضك وفي عرض قلبك الكبير، وبعدين أني رهني إشارتك، أنت عمدتني وأنت غالي عليني. طب شوف يا ولد، أنا دلوقتي هسيبك تمشي، مش عشان أنت بريء من النصيبة اللي عملتها، لا، عشان أنا ليا مزاج أخليك تمشي، عشان أنت تبقى عارف إن أنا أقدر أعمل معاك أيتها حاجة أنا عايزها. فاهم يا ولد؟ يا أمار. بس مرة تانية بقى، ما تسمعش الكلام وتعكر مزاجي، ساعتها بقى مش هتبقى هنا يا حلو، ساعتها هتبقى عند المأمور، ولو دخلت هناك مفيش خروج، ولا مين يقدر يخرجك، ولا حد هيسمع عنك تاني ابدا اساسا. فاهم يا ابو فصاده؟ فاهم حضرتك العمري، فاهم. براوه عليك. شوف بقى، انا الشيخ مبروك كان قال لي ان انت وعدته انك هتبقى في طوعي وتسمع ايوته حاجه اقولها لك. عارف يا علي؟ لو عملت حاجة ترضيني وتصفي قلبي كده من ناحيتك، ساعتها شوف أنا هعمل معاك إيه. أنا هخليك سيد البلد دي كلها، وساعتها هتقول العمدة قال. يلا يا ولد، قوم روح لعيالك، يلا. وأنت نبي؟ إيه والله، قوم روح. شكر حضرتك العمدي، ربنا يخليك ليني. يلا ألف سلام، ألف سلام. يا أخويا بدل ما أنت قاعد تاكل في نفسك كده، قوم اتحرك، شوف هتاخد حقك منه إزاي. أني يعمل فيا كده قدام مبروك؟ مبروك؟ ده عايز عيارين في دماغه يفرفروه، هو سبب النصايب دي كلها. بقى أنا أعمل له خاطر، يعمل فيا كده؟ ماشي يا عتمان. لازم تتنحرر كده وتعرف هو خد العمودية دي ازاي، واذا كان هو ليه ظهر انت كمان لازم ان يكون لك ظهر يا علوان. وليه البه المأمور بقى ما بيقولوش على اي حاجة؟ لا وانا هعرف هو بيروح فين بس ومين وراه ازاي يعني يا فهيمة؟ وايه اللي انت بتحدتيني فيه ده يا بت؟ يا راجل انت منكش فايدة ولا منك عايدة، خلاص اقعد كده عدت زي النسوان. بتحاسبي على كلامك يا بت؟ مش هحاسب يا علوان لحد ما الاقي الست حفيظه داخله عليا الدار وبتطردني منه وبتاخد عيل ورا التاني تدبح فيه وانت قاعد كده ولا عايز تتنحرر. ماني بفكر معاك اهو، يعني اعمل ايه يعني؟ تروح للبه المأمور. المأمور؟ عايزاني اروح للمأمور يا فهيمه؟ طب ده في ظهر العمده طوالي، ولو رحت له مش هيتكلم معايا ولا هيساعدني. يا خايب، البيه المأمور ملوش عزيز ولا غالي، اللي هيفيده أكتر هو اللي هيقف جنبه. افهم بقى، أخوك عتمان بخيل على الناس كلتها إلا على مصلحته. أنت تعمل زيارة حلوة كده وتقعد معاه وتتقرب منه. وتقرب منه وأقول له إيه يعني يا بت يا فهيم؟ قول اللي الناس بتقول إن عتمان مستقوي القلب بالمأمور. ده ده عايزانا نخور ورا أخويا حدا المأمور يا بت؟ وهو اخوك لما بخ في وشك وبعزق كرامتك قدام الخلق كان عمل حساب للاخويه يا عين امك. قوام تروحي تشوفي لي خروف كده كبير ويرمي لحمه وتندهي المنصور الجزار يجيبها. لا هو احنا عندنا زومه ولا حاجه يا ست راوي؟ لا بس انا عايزاكي وانتي رايحه البلد كلها تعرف ان انا كان عليا نادر،
وان انا هدبح دبيحة وهوزع فتة ولحم النهاردة، واللي عايز يجي ياخد منابه يجيب مراته وولاده كمان. نادر نادر ايه يا سترة؟ يا بنت نفذي الكلام وانت ساكتة. حاضر اللي تشوفيه يا ستي. بنتي يا حنان يا به، ايه اللي عاملين يا ست راوي؟ لا قولين، هو ابو العيله ومراته قاعدين فين دلوقتي؟ لسه عند الشيخ محمود. عيني عليهم، ده حالهم يصعب على الكافر، ده لا شغل ولا دار ولا حظ، والشيخ محمود كمان رزقه على قد. يا رب يا رب تجعل حملهم خفيف يا رب. طب خدي يا بنت، عدي على الشيخ محمود ودي المفتاح ده لابو العيله، قولي يروح ياخد فاطمه ويقعدوا في داري القديمه، اهي فاضيه وما فيهاش حد، وفاطمه هتجيبيها هنا تيجي تشتغل معاكي لغايه ما اشوف لابو العيله شغل. بجد يا ست رايه؟ يلا يا بت امشي ماشي اشفروك يا بت. حاضر فراري. احنا قعدتنا هنا يا ابو العيله طولت قوي كده، كفايه يعني، هو الراجل كتر خير بس احنا مش من بقيه اهله يعني عشان يتحملنا كل ده. امال يا فاطمه مش هنعمل ايه؟ بس يا ربي هنعمل ايه؟ نمشي يا ابو العيله، نمشي من الكفر ده. انا خلاص كرهته وكرهت ناسه، بقيت كل ما ببص في وشوشهم يبقى هين عليا طلع اللي في جوفي، ولما في حد فيهم بيقف جنب محتاج ولا بينصف مظلوم، محدش فيهم بينصف حد يا ابو العيله. احنا لازم نمشي ونشوف اكل عيشنا في حته تانيه يا ابو العيله. اللي بهدلتك معايا يا فاطمه بعد ما ضلل عليكي، عاملك ايه ما في وسط اهل الكفر؟ انت تستاهلي احسن من كده، انت تستاهلي عيشه احسن من دي بكتير. رايك يا ابو العيلة؟ انا عارفه يا اخويا متاكده انك لو في ايدك عايز تجيب لي الحلو كله، بس هنعمل ايه يا اخويا؟ ادينا متحملين الظلم والافتراء انكتبوا علينا يا ابو العيلة. سامحيني يا فاطمة، انا حاسس اني قليت في نظرك، كأني ضعفانة ومش عارف ولا قادر احوش عني. كلام ايه بس ده؟ وانت في احسن منك في الكفر ده كله؟ عارفه يا فاطمه؟ انا من ساعه ما الغفار كركروني على دوار العمدي ورموني في الحجز، وهو قاعد يقرر فيا بمداسي في وشي، وانا كل الخيالات اللي عم تفط في دماغي كلها شر وسواد. خيالات ايه بس دي؟ الشر برا وبعيد؟ لا يا فاطمة، الشر لا هو برا ولا هو بعيد، الشر بيجي كده
من غير انذار ولا اماري، ولما الشر بيجي بيجيب وياه شر تاني يقعد يولد تاني وتالت. وانا الخيالات اللي في راسي دي كلتها شر في شر. قال ايه؟ قال راكب صدر عتمان بدوس عليه بمداسي يترحم فيي. بني هطقم اللون بصوت ده ولاني اولع فيه ولا ربطه بسلبي في الكريت زي الكريت بتاعته وقاعد اجرجر فيه واسحل فيه في وسط الكفر كل الناس تملي عينها مني ومني خيالات كتير قوي. العمدة ده خسيس وجبان، هو لو كان راجل بصحيح كان جابك قدامه وقف قدامك راجل لراجل، لكن عارف هو ما يقدرش. طب جرب كده يا ابو العيلي، جرب كده الغفر اللي حواليه ينفضوا وشوفوا هيعمل ايه. عارف ولا هيعمل حاجة عشان هو جبان جبان وخسيس. والنعمة والنعمة يا ابو العيلي، العمدة ده عامل زي الفار المبلول، هتلاقيه كده زي الفار المبلول واقف قدامك. ايوه كده اضحك يا اخويا اضحك، محدش واخد منها حاجة. عارف يا ابو العيلي كل اللي بيخرج من البلد دي بيرجع اكبر واعلى مما خرج منها، واحنا لازم نخرج. انا متاكده ان ربنا ليه حكمه في كده، ربنا كان عايزنا نخرج من البلد دي عشان كده اللي حصل حصل. صدقني يا ابو العيلي احنا لازم نمشي. انت روحي يا ابو العيلي، روحي وقلبي اسعلك يا ابو العيلي. استهدف الله بقى، ما تقش ده مع واحده بس تنزل من عينك بتكوني يا ابو العيلي. بس بقى استهدف الله يا اخو يا ابو العيلي. عليك كفاية بقى، كفاية يا ابو العيلي. يا اخويا استهدى بالله كده، استهدى بالله، استهدى لا لا يا عمدة، انتوا ظالمينها. انا اتكلمت معاها. ايه ظالمينها ازاي بقى؟ ده حتى كل الناس اوعى تقول الناس بتقول. ما الناس بتقول عليك كلام كتير قوي يا عمدة، وانا لو صدقت اي كلام بتقوله الناس كنت صدقت اللي بيتقال عنك، وده كلام يودي في 60 داهية. انما انا عارف مين العمدة انه مستحيل يعمل كده. صدقني يا عمدة، دي ست كويسة جدا وماشية مظبوط. ماني بقول كده برضك. ايوه امال، بس انا قلت يعني مش هيجيب قرار الموضوع ده غير جنابك. وكويس برضو ان جنبك نورتني يعني، عشان بعد كده ايوتها حد يجيب سيرتها بالباطل احنا نقطع لسانه، واحنا متاكدين ان احنا ما بنظلمش حد كده ولا ايه؟ في الحقيقه انا كنتش اعرف انها كده خالص، واستغربت لما انت ما جبتش اي سيره عنها قبل كده. ايه اجيب سيره عنها ازاي يعني؟ الله، وانا مش مفروض اعرف كل كبيره وصغيره في البلد دي يا عمده؟ ايوه حقك طبعا تعرف كل صغيره وكبيره في البلد، بس انا يعني ما تاخذنيش يعني سوء علي، ما خدتش في بالي يعني. تمام يا حضرة العمدة، عبد الجليل بره. اهو عبد الجليل جه اهو. عبد الجليل مين؟ انت نسيت ولا ايه؟ روح يا واد هات.
ما هو دي جنابك اللي عنده الارض اللي في العزبه القبليه اللي تحت زمام البلد، الارض اللي كنت سعادتك شفتها وعجبتك. اه صحيح افتكرت. ما هو دي بقى انا بعت وقلت له انت عايز يا ولد بيع الارض؟ قال لي ايوه. قلت له خلاص انا شاري. قال لي كده اهو ده انا الفها لك واجيبها لك لحد عندك اهو. قول لي يا واد يا عبد الجليل عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ ايه ايه؟ انت نسيت يا ولا ايه؟ انت واد مش جيت هنا وقعدت تتحايل علي عشان اشتري ارضك حصر ولا لا يا حساه؟ اهو شاهد اهو. اطلع انت بقى بره كشاهد واقعد انت يا واد كبايع. قول لي بقى ما تتعبش قلبي معاك، انت قاعد ولا بايع ولا ايه؟ بايع بايع يا حضرة العمدة بايع. ألف مبروك ألف مبروك يا جناب المأمور، مبروك عليك يا عبد الجليل القرشين الحلوين اللي هتاخدهم في الأرض الزفت الميتة دي اللي ملهاش أي عازل. بس هنعمل إيه؟ إحنا لازم نضحي. قول لي يا ولا أنت كلت ولا لأ؟ كلت كلت كتير يا عمدة، عقبال ما تاكل من اللي أنا كلت منه. أمال بتبص في الأكل كده ليه؟ أنت محروم؟ منور يا باشا. ما تخافيش قوي كده، مش هو قالك اللي هيتجوزها يا دوب بهيمة للخلفة وبس؟ واني صدقت ده دني ونجس وبتاع نسوان. عارفي اني لما بقعد في الدوار لوحدي بيستهيق لي اني حبله، وإن العيل جوا بطني بيكبر وبيرفصني في بطني وأنا أصرخ من الوجع وأبقى ماشية في الكفر مش قادرة أصلب طولي. هو أنا مش ست زي بقية الستات؟ ما بخلفش ليه؟ أني ما بخلفش ليا نظيمة، داني مرات العمدة، يعني ست ستات الكفر كله. ما خلفش. عارفة لما فهيمة بتحرق دمي وبتسم بدني بكلامها؟ ما بزعلش، ما بزعلش من كلامها، لكن بزعل لما بلاقي نفسي لوحدي. أنا عمري ما ضحكت من قلبي، عمري ما حد حبني وخاف عليا ولا على صالحي، عمري ما حد اتمسح فيا كده عشان يقعد يتوالس معاي. أنا بحسد فهيمة لما بتمشي في الشارع النسوان بيبقوا بيتلهفوا عليها عايزين يقعدوا يتوالسوا معاها. ناس مين بس يا ست الستات اللي حطاهم في دماغك دي؟ ناس واطيه مش من مقامك. ايوه بس انا نفسي خلف، نفسي خلف عيل واحد بس. قادر على كل شيء. البشاره طلعت كده واني كنت بضحك على نفسي، واني ما عدتش عايزه اضحك على نفسي. انا لازم اشوف لي حل في الموضوع ده، انا لازم اروح للحكيم. يا لهوي يقبل عمده هيطخيني. لا مش هقول له. هيعرف والله هيعرف. ما تخافيش اني هقول له ان احنا هنروح المنصوري هنزور مقام الشيخ حسنين. ها قلتي ايه؟ حاضر. بس لو طلعت بخلف ايام عتمان هتبقى معايا اسود من قرون الخروب. هي يا دي
عايش في البلد دي، مش عايزين حاجة من حد. يو تاني يا فاطنة؟ هتروحي فين بس يا بنت؟ بلد الله واسع، بلد دي مش بتاعتني، بلد دي بتاعت عتمان وحفيظة وست راوية واللي زيه، لكن الغلابة اللي زينا لا. أعيش فيها ازاي حنان؟ أعيش فيها ازاي بعد ما شفت الذل والهوان اللي شفته أني ورجلي وعيالي؟ طب ما تيجوا على ما تلاقوا مكان تاني. المكان ده زيه زي اي مكان تاني يا حنان، واني خايفه ابو العيله يرجع في كلام. هو اساسا مش لد عليه حكايه ان احنا نمشي دي. النبي البلد دي احسن من غيرها يا فاطمه. احسن من غيرها في ايه؟ في الذل اللي احنا شفناه. بقولك ايه يا حنان، اني خلاص نويت ولازم امشي، يعني لازم امشي. طيب واني يعني لو حبيت اشوفك ولا اعرف اخبارك اعمل ايه؟ والله يا حنان انا مقاطع فيا في البلد دي كلها غير داني، محدش مديلي ايد ولا طبطب عليا غيرك يا بنت. بس هنعمل ايه بقى في حكم القوي؟ قولي لي هنعمل ايه انا؟ بقول لك ايه يا حنان، انا ان شاء الله لما الحال ينصلح هجيب بعضي وابقى اجي اطل عليكي في البلد. ما تخافيش يا بنت هجيلك. طب اني مش هقول للست انك قلت لي لا غير لما اتاكد انك خلاص ماشي. لا، لما اتاكد انك مشيتي خالص يا بنت. اني قلت لعندي وخلاص يا فاطمه. والنبي انت بنت قلبك ابيض وجدعي، وربنا مش هيدمك ابدا وهيسترها معاكي جدل يا كريم. ده انتوا رايقين قوي يا اخواتي، بقى غيركم نفسي يا ابو العيله انت وفاطمه تتحبحبوا في بعض دلوقتي. خلي بالك من نفسك يا فاطمة. خلي انتي بالك من نفسك يا بنت هتوحشيني. انتي كمان يا اختي. ابو العيلة انت يا فاطمة. زينب انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ مشاني سيدنا السايح زارني في المنام وقال لي بيتي يا حفيظي انت لازم تنزلي على المنصورة وتزوري مقام شيخ الحسنين. بقى سيدنا السايح جالك انت في المنام؟ ايه كتير علي؟ لا مش كتير ولا حاجة، بس يعني هو سيدنا السايح يرضى لاني بالغرامة ولا اداك حق المواصلات؟ قلت ايه يا عتمان؟ قلت لا طبعا، ما تروحيش في ايوتها حتى لوحدك. ده هي لا تكون بتخاف علي. لا يا اختي خايف منك، تروحي تعملي لي عمل ولا تشبشبيلي؟ ما تخافش، وبعدين انا مش هروح لوحدي، اني هاخد نظيمي. يا دي نظيمه يا وليه، قلت لك بعيده عنها الوليه دي، شو وهتجيبك لورا. عتمان اني هروح بكره مع نظيمه، واديني بقول لك اهو عشان ما تقوليش خرجت من غير ما تقولي. وبعدين على المصاريف والكلفي اني هصرف من مالي. ياك تروحي ما ترجعي، يكلموكي ما تسمعي، يطفحوكي ما تشبعي، ياك تعطسي كده قوم وشك يقع مني ويحتار فيه الحكمه،
ويركبوا لك بداله ايه؟ ايوه يركبوا لك بداله كرومبه وتزرعي. طب يركبوا لك بداله مرايه واللي يطل في وشك كده يشوف نفسه قمت تجنني. تعرفي يا بهاني البلد دي بلد عجايب، والختم الشريفه دي بلد عجايب. ديك النهار عاوزين يطردوها من البلد كلها، النهارده بيدعوا لها كل دي عشان كام حته لحمه وزعتها عليهم. طب ما هم هياكلوها من هني وتاني يوم تنزل في الرشاح من هني ولا اكن حاجه حصلت. بلد عجايب يعني الحلو يبقى حلو طول ما هو بيدي ومعاه، والعفش يبقى عفش لو معوش ولا بيديش. يعني يا بهاني العمده عثمان ده هو لو وزع على كل واحد فيهم نص فرنك هيبقى حلو زي الفل. يمين بالله دي بلد عجايب، والختمه الشريفه بلد عجايب. خدي هني بقى. فين يا بقى؟ لا اله الا الله. بتكلم نفسك ولا بتكلم مين؟ فيه ايه؟ فيه ايه يا مناري؟ سيبتي مفاصلي حرام عليك. حرام عليك انت يا حسان، احلفك بكل غالي كنت تعرف مكان محروس تقول لي ان شاء الله يخليك نفسي اطمن عليه. وانا هعرف منين بس يا بنت الناس؟ انا مالي؟ طب شوف والنبي ما تخاف، انا مش هاجي يمته ولا هتحدث معاه، بس اشوفه كده من بعيد لبعيد ان شاء الله يخليك ويسعدك. يا مناره مش بايدي صدقيني، انا هعرف منين؟ يا مجنون يا اللي بتكلم نفسك يا خاين، ان شاء الله تتجني كمان وكمان وتمشي حافو العلي زقلوك بطوب يا كاتم شهاده الحق. وليه بس الغلط ده هو يا بنت الناس؟ داني غلبان غلبان، ومحروس ده صاحبي والختم الشريف. ومحروس كمان غلبان، والغلبان اللي بيجي على الغلبان اللي زي عمره ما بيكسب. يا بنت الناس والختم الشريف يا محروس ده صاحبي واني؟ انت شطان شطان يا حسان، اللي بيكتم شهادة الحق بيبقى شطان. السلام عليكم. عليكم السلام. انا رحت لسعادتك الاستراحه وسبت لك زياره كده على ما اقسم، وقالوا لي ان حضرتك في ارضك هنا اهو. متشكر يا سيدي. والزياره دي بقى مناسبتها ايه ان شاء الله؟ ده ده من غير اي مناسبه، واني محتاج مناسبه عشان هادي الراجل اللي بيحمينا وبيحمي البلد كلتها. كتر خيرك. قول لي عثمان عارف انك جاي ليه؟ ولا مؤاخذه عثمان ماله ومالي، عثمان حاجي واني حاجه ثانيه خالص. طيب يا سيدي مقبوله منك. تشرب ايه بقى؟ ولا حاجه، كفايه ان انا مليت نظري برؤيه سعادتك. مش للدرجه دي يا علوان. قول لي انت عايز حاجه؟ ولا حاجه، ما ده هي تكون سعادتك فاكر ان انا جاي عشان حاجه. لو ربنا المعبود، ده انا جاي محبه لله في لله. طيب يا سيدي ربنا يديم الود والمعروف. ماشي، السلام عليكم. سلام. بس يا سيد خالك، وقام واخد بعضه وراح على الفرارجي، قاعد يقلف في الفروج والفراخ اللي حداه لما بهدل الدنيا. وفي الاخر قال له ياد على كام الفروج العايقه السمينه دي؟ قال له بثلاثه ميله. قال له اه ثلاثه ميله مليه، ياك فروج واخده دبلون. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا اهلا يا واحد، مرحبا. خير؟ العمده عايز الواد ابو العيله. عايزه في ايه تاني؟ ما تقول لي حل عن سمانه بقى. قال له جرايه يا بنت يا فاطمه في ايه؟ بس يا انت هو راح تزعق هنا ولا ايه؟ اعذرني يا مولانا، اصلها يعني بس بلا اصلها بلا فصلها يا اخي. يا ناس حسوا على دمكم، مش كفايه اللي حصل لهم؟ روح توكل على الله، روح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح. يلا يا روح ارمح. ما اقدرش، العمده قال لي اجيب ابو العيله، يبقى لازما وحتما اجيب ابو العيله. انا لا مؤاخذه يعني عبد المأمور. استغفر الله العظيم، انت عبد الله يا غفير، انت مش عبد المأمور ولا عبد عثمان. ونعم بالله. بس انا يا مولاني معايا ظبط واحضار. يا اخي بلا ظبط بلا احضار، بلا ما تخلينيش افط في حلقه. وروح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح، الصبح له عيون، توكل على الله. استنى يا واد. نعم. انا هروح ايه؟ تروح وياه فين؟ ما كفايه اللي حصل لنا يا ابو العيل. اجري يلا الجار، جاك وجع في عمدتك. عايز ايه يا حفيظ؟ انت بعت تجيب الواد ده تاني ليه؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ شوفي بقى، انا دلوقتي لا طايق حد يكلمني ولا اكلم حد، سيبيني بقى اشوف حالي. حالي يا ابو حال، جايب الواد ليه؟ عايزه يديك مراته
يا ناقص. بس يا بنت الناس اسمعك. أنا عايزاهم يسمعوا يعرفوا عمدتهم وحاميهم بيعمل إيه. عايز تضربني يا عثمان؟ واعطم رقبتك كمان. اسمعي بقى بتنتي، كلمة زيادة وتبقي طالق بلا رجعة. عايز تطلقني يا عثمان وماله؟ لكن قبل ما تطلقني تطلع من تحت باطك الخمسين فدن اللي في الحوض القبلي والستين فدن اللي في الحوض الشرقي، وبعديها تبقى تشوف حسابك مع أخويا السيد. وانت اللي بتعصبيني يا حفيظة. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ موضوع ايه اللي خلصنا منه؟ مش اتفقنا ان انا هتجوز؟ واني رجعت في كلام. ايه؟ هو لعب عيال بقى ولا لعب عيال؟ لعب عيال وكلام نسوان. حد ياخد على كلام النسوان يا عمدي؟ والثاني بقى لازم اخلف ويبقى لي وريث. يعني ايه؟ يعني هتجوز فاطمة. يعني هتجوز فاطمة واعلى ما في اخواتك اركبيه. يا اهلا يا اهلا يا جناب العمد. ادي يا ابو العيل. ما تجيش يا جناب العمدي. لا تيجي، وتيجي ان شاء الله قوي كمان. اقعد يا ولد. قول انت اتعشيت يا ولد؟ هاني شبعان يا ولد. قول يا ولد لو جعان قول. انت هتتكسف من حضرة العمد ولا ايه؟ ايه هو في حد يتكسف من ولي نعمته؟ عال العال والله بينك عقلت يا ابو العيله، وربنا كملك بعقلك. حيث كده بقى اني مش هرجع في وعدي معاك، ودارك اللي اتحرقت دي اني هديك دار احسن منها. ايه دي كده؟ يبقى ان كرمك زاد وغطانا يا جناب العمدي. وانت اول مره تعرف العمدة عثمان يا ولا؟ ده العمدة عثمان احسن راجل في بر مصر كله، وفوق دي بيحبك ياض يا ابو العيله. مش محتاج تقول لي يا شيخ مبروك، اني عارف. كمان ياض يا ابو العيله لازم تبقى عارف ان العمدة عثمان دي بيحب الخير للناس كلتي. يعني عمره ما يعمل حاجة إلا لما يبص للخير اللي جاي للناس قبل ما يبص للخير اللي جاي له هو شخصيا. وكمان أكيد عارف إن طاعة أول الأمر واجب، صح ولا لا؟ يوما الطاعة دي ربنا ما عملهاش كده هو، لا ده عملها ترويض وتربية للرعية عشان يطيعوا من شاء لهم الله الطاعة من ولاة الأمور، وعملها كمان عشان تزويب الأهواء وتقويم النفس البشرية وتهذيب الغرائز الإنسانية. شوف يا أبو العيلة، أنت عارف يعني إن ربنا كرمني آخر كرم، أرض ومال وجاه، بس في حاجة مهمة قوي ربنا ما ادهانيش، الوريث العيل. دي أرزاق يا جناب العمدي. إيه وبعدين ربنا يزيدك ويديك. يعني أنت يا ولد شايف انني استاهل العوض؟ يعني ربنا يعوضني بعيل كده يورثني؟ امال ايه؟ ليه لا؟ الله ينور عليك. انا قلت برضو ان انت واد جدع وسداد. ايه قولك بقى؟ انني بفكر اتجوز، رايك ايه بقى؟ ايه على بركه الله يا جناب العمدي، وانا مين اصلا علشان تاخد رايي؟ مين ايه؟ ده انت اهم واحد في الحكايه دي يا ابو العيله. أصل العمدة عايز يناسبك. يناسبني؟ في مين؟ عايز تتجوز أمي؟ أمك إيه يا هبل أنت؟ أنا عايز أتجوز فاطمة. فاطمة مين؟ مراتي؟ اللي هتبقى كانت مراتك. بس أنا ما طلقتش فاطمة ومش نام. ما هو انت هتطلقها. يعني انت عايزني اطلق مراتي عشان تتجوزي؟ ايه قولك بقى؟ ممكن كلمه يا جناب العمدي؟ قوي قوي. ايه قول؟ حيث ان الكلام كده ما يصحش يعني ناخد وندي ويا بعضيني في وجود الناس دول، ولا ايه قولك؟ انت واد نور يا والي، براوة عليك. مؤاخذة بقى يا شيخ مبروك، عشان يعني ناخد وندي.
من حقكم يا سيدي، ما انتوا نسايب. يلا يا قاضي اهو، يلا هونا، عايزين ناخد وندي. ايه الهم دي؟ بالك يا ولي، انت طلعت عاقل وناصح. انا كنت فاهم ان انت هتعصاني، اصل الواد الزفت ابن الزفت دي عصاني. وماني ايه بقى؟ عندي قوه يا ولي ما تعرفهاش انت. قمت طابق في زمره رقبته، قعد بقى يلالي، الحقوني يا ناس، غيتوني يا خال، هاي موتني، الحق يا عمدي. في ايه يا عمدي؟ في ايه يا عمدي؟ في ايه يا عمدي؟ في ايه يا بهيم انت وهو؟ انا بحكي له حكايه، ايه الغلاوه اللي انتوا فيها دي؟ قول له كده يا ولا، انا عملت ايه لما اقول له؟ ايوه ايوه حاصل اهو، شفت؟ يلا انت وهو، يلا يلا بر عمر جناب، يلا يا ولا. ايوه خدت بالك انت ازاي؟ ايوه ما نزلت عليك قوي. ايوه مش عارف مين في قوة قوية يا علي زي دي كده. ولا ولا الحاني عايزني اطلع مراتي عشان تتجوز انت يا ديني يا طفص. الحق ايدك، اوعى يا وليا كده، اوعى. عمدي يا عمدي، عمدي يا عمدي. مشي مشي انت يا احمر انت وهو. انت فين يا بهايم؟ الواد موتني وجري. اجري 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 يا ابن الكال. اخصى عليك يا عثمان، خضتني. خضتك ايه؟ ده موتني وجري، انا مش هسيبه، لازم ياخد اعدام لحد ما يتربى. معلش حلال، معلش. فيه ايه يا ابو العيلة؟ مالك؟ انا قتلت العمدي. نهار اسود ومات. قتلته؟ قتلته ليه كده؟ النبي حلال، يا نبي قتلته ازاي بس؟ قول النبي، تجيبي لي فاطمة عليا. حاضر. انا هستناها، احنا لازم نسيب البلد دي. حاضر. اوعى حد يشوفك. ما تخافش. اوعى تقولي انك شفتيه. ما تخافش يا اخويا. يلا قوام، العجل والنبي. اهدى يا ابو العيلة وما تخافش. ما خافش من ايه؟ ما تخافش من اي حاجة، وما تخافش من اي حد. هو الوجع فين بالظبط يا عمدي؟ انت اللي لخبطتني من فوق لتحت. هي بناتي، العمدة كويس ولا ابعت اجيب له الحكيم؟ العمدة علي العال، مفيش لزوم. سلامتك ألف سلامة يا أخوي. عال إيه وسلامة إيه؟ لا أنا مش عال، اتصل بالمركز خلوا المأمور يجي يقبض على الواد المجرم ابن المجرمين دي. اتصلوا بالمركز وهاتوا المأمور يجي ويقبض على المجرم ابن المجرمين دي. أقول لك هاتوا له ينسون. صح، واحد ينسون علشان العمدة بسرعة. سكر زيادة. سكر زيادة يا بيت. تمام يا حضرة العمدة. قبضتوا على المجرم ابن المجرمين ده؟ اطمن يا حضرة العمدة، هنمسكه يعني هنمسكه. هنمسكه يعني هنمسكه. هيروح فين يعني؟ هيروح فين؟ يعني لسه ما مسكتهوش؟ لا، انتوا لازم تقلبوا البلد عليها وطيه لحد ما تجيبوه قبل ما تطلع عليه الشمس، وإلا وعيمانات ال... عارف عارف عارف، مش محتاج تحلب. مش محتاج. ايوه يا عمدة، ما انتش محتاج. وبعد ما تجيش نفسك يا عتمان، ده انت مخنوق يا اخوي. ايوه ايوه، فين اليانسون؟ ايوه فين اليانسون يا بنت؟ انا عايز يانسون. وانا كمان عايز يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. جتك نيله عليكي وعلى امك، ما تنهز يا واد انت وهو. انتوا فاكرين نفسكم في فرح؟ جاتكم البلاوي. جاتك بلاوي الدنيا والاخره يا بعيده. عيب كده يا فهيمه، ما يصحش. خدي عيالك وروحي على اي مصيبه. يلا غايزينك مفلفلينك مش عللينك كده. عيب امال يا فهيمه، مش كده.
يا راجل انت مش شايف وهي بتزعق للعيال؟ الولية دي عايزة تشليني. يا ريت يا حفيظة، هو حد يكره؟ شوفي الولية دي بتدعي عليا في وشي يا عمدي. جرى ايه يا ولية انت وهي؟ هو مفيش حاجة ولا خيشة؟ داني تعبان، مفيش احترام حتى للرجالة اللي قاعدة. هو فيه ايه؟ يا اخويا بدل ما تزعق فينا كده ما تشخط في حفيظة اللي عمالة تزعق في العيال. اسمع مني يا عمدي، تلاقيهم صدقوا روحهم وسمعوا الخبر وافتكروك موت، وحيجوا بقى هم عشان يشفطوا ويوراسوا. شوف الولية. عيب يا حفيظة الكلام ده، قصدك ايه يعني اتمنى الشر لاخويا؟ العمدة هيعيش وهيطول في عمره وهيفضل عمدة البلد، واللي مش عاجبه هياخد بالجزمه وهيتجوز عليكي بعون الله. اسمعي بقى يا وليه انت وهي، هو في ايه؟ انا اللي اعمل اللي ينسوه. انا كمان عايز ينسوني يا عمي. وانا كمان يا عم. وانا كمان. هو كل حاجه خدها تاخده زي انا اللي عامل لك ليه. اسكت بقى منك ليه. بس يعني انا اللي عايزه ينسوني. يلا بقى أنا يلا يلا خلاص انت وهو يلا. انا اللي عايزه. هات انت ما بتحترمني انت الاول. يا ولد يا ولد قوم. ايه الارانب زعلوا قوي على بيوتهم اللي الفيل جه وهدها لهم، وقعدوا يعيطوا يعيطوا ويقولوا الفيل ده وحش، احنا كل ما نتعب ونبني بيوتنا يجي يهدها لنا. نطت ارنب فالح وراح قال لهم عشان احنا ضعاف ضعاف ومش قادرين نعمل حاجه مع الفيل، هو يقدر يعني يعمل كده مع بيوت الأسودة ولا التماسيح؟ راح نطت الأرنب العجوز وقايل إحنا لو وقفنا كلنا إيد واحدة وفهمنا الفيل إن إحنا قادرين نضربه هيخاف مننا، وهيخاف كمان يهوب ناحية بيوتنا زي ما بيخاف يهوب ناحية بيوت الأسودة وبيوت التماسيح. لا عمره هيستضعفني ولا يستوطي حتتني. كان الأحسن إنك ما تقولش لفاطمة إنك جيت على هنا خالص. إزاي يعني كده؟ ما هو العمدة عشان يعرف أنت فين هيجيبها ويستجوبها. ومبان انها كدابه ولا شم ريحه انها تعرف انت فين وما قالتش هيشيط وهيعمل اللي ما تعملش. يعني خلاص ما عدتش قادر اقعد في البلد دي دي وحدي. يعني كنت متفق مع فاطمي ان احنا هنسيب الكفر كله قبل ما يحصل اي حاجه. يا ابو العيله انت ضعيف كده ليه؟ بقى تسيب الكفر عشان واحد واطي مستقوي عليك زي العمدة؟ هو اللي يمشي مش انت. لو مشي خلاص غار في 60 داهية. بس انا كده انا عامل جناية هعرف البلد دي ازاي؟ والمأمور هعمل ايه وياه؟ هقتله؟ هو عساكر المركز لما بياخدوني. انت قتلت العمدة ليه؟ انا عارفة ان زفت البرك ده يستاهل القتل وهو سبب في كل اللي حصل لك، بس قتلته ليه يا ابو العيلة؟ سايق عليك النبي والنبي استراوي تحصيرة من والدي. خلاص مش عايزة أعرف، بس أنت كنت عايز تسيب البلد وتروح فين؟ بلاد الله واسع. فين يعني في بلاد الله الواسعة؟ هيات ودهي تلمين أنا وأمي وفاطمة والولاد. أي دهي؟
بقى سعادتك، كل الجمايل والخدمات اللي جنبك مغرقني بيهم دول كوم، وانك تقبض على الواد ده كوم تاني خالص. هو ايه اللي حصل بالظبط يا عمده؟ ايه اللي خلاها تجرأ عليك بالطريقه دي وتهجم عليك بالشكل الاجرامي ده؟ مع الناس ما نضغط البان يعني. لا نضغط البان ده ايه؟ لا دي بلد كدابين، ده واد مجرم، دي موتني وجري. بتقول ايه؟ سعادتك بس اقبض عليه الاول وانا اقول لك هو موتني ازاي. حاضر يا عمده، هجيبه لك. حرس يا سعادة الباشا، ده واد محرس. يا مرحب. مرحبا سعادتك، شرفت ونورت. خير؟ أبو العيلة عندك شيخ محمود؟ لا يا أبوي، أبو العيلة كأنه حدا العمدة عتماه. يعني ما تعرفش اللي حصل؟ حصل إيه تاني؟ تعرفش انه حاول يقتل العمده وهرب؟ حاول يقتلني؟ نحرس ودوم نايل، استحال ابو العيله يعمل كده، استحال. ابو العيله يحاول يقتل العمده عثمان ليه يا ابو؟ بساله انت. هو انت اللي هتسال؟ انت هنا ترد على السؤالات وبس. حاضر يا سعاده الباشا، ابو العيله كان حداي ما انكرش، وجناب العمده شيع له الغفير وائل وراح له. ايوه ايوه الكلام ده حصل. الراجل ده شايع على ابو العيل وابو العيل راح فجاه كده بقى عايز يموت العمده. اعقلوها يا ناس، ده قتلني قتل وموتني موت وما سابنيش الا جثه همده وفي شهود على الكلام ده. انا لازم افتش البيت. ايوه لازم تفتش البيت، اوضه اوضه وغرفه غرفه وحجره حجره ونفر نفر. ادام سعادتك مكدبني ومصدق ان العمده عثمان مات بيد ابو العيله، اتفضل سعاد، البيت قدامك اهو، فتش زي ما انت عايز. ايوه يا باشا، عمر الطبنجه. ايوه وسن نمله الدبان. يلا بينا يا عمدة. يلا بينا ايه؟ وهنسيبه كده؟ ابو العيله مش هنا. طبعا لو جالك هتبلغني. القانون بيعتبر تستر مشاركه في الجريمه. جريمه ايه؟ ناس. وانت كمان يا فاطمة، لو عرفت مكانه وما قلتيش هو فين هتبقي مشتركة معاه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا على الظالم والمفتري، ما يكون الله يا بعض. عايزين تيكتبوني انا وعيالي، ده ابو العيلة مش جوزي بس، ده ابو العيلة ابويا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يوريني فيكم انت يا بعض. اطلع أبي. يعني بفكر يعني في حاجه كده، يعني ليها دعوه بموضوع. وانت لسه هتفكر؟ يلا كده على طول. لا نتفق الاول. يوه يا راجل، هنتفق على ايه؟ انا هتجوز فاطمه. يعني هتجوز فاطمه ايه يا راجل؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يعني هو مفيش غير فاطمه؟ لا مفيش غير فاطمه. ليه بقى؟ بس افهميني بقى، زي ما انا بتكلم كده مش تفهمي اللي انت عايزه تفهميه وبس. دلوقتي ايوتها واحده تانيه غير فاطمه هيبقى ليها عيل واهل وسند وظهر، يعني يوم ما تحمل وتخلف انت مش هتطولي اي حاجه من الواد اللي هي هتجيبه ده. لكن البت دي وحدانيه، يعني يوم ما ندفنها بالحياه كده اهو محدش هيسال عنها. عرفت بقى ليه فاطمه بالعينيه؟ اني بحبك. واني ما ده انت كل حاجه في حياتي، واني بعمل ده ليه؟ خلاص ما تزعليش يا بنت، انا ماليش غيرك وانت مالكيش غيري، واحنا الاتنين مالناش غير بعض. عايزين بقى حته عيل، حته عيل كده. قلت في عقلي بالي اجي اطمنك قبل ما اروح للست. يا
يعني يا ربي من عثمان لراويح؟ راويح يرحم من عثمان يا فطني. الاثنين نار جهنم يا حنان. راويح هي هي عثمان بس بشكل تاني. المهم يا اختي مش عايزاني اقول لابو العيلي حاجه تاني؟ لا يا اختي انا هروح له. لا تروحي له ده ايه؟ الدنيا مقلوبه بره والعسكر بالكلاب والكشافات قلبين عليه الدنيا، ولو خرجتي اكيد اكيد هيمشي وراكي. طب والعمل؟ استني يا اختي وصبرك بالله ما نشوف اخرتي. تسلمي لي يا حنان. فوتك بعافيه بقى. ان شاء الله ما عدمك ابدا يا اختي. تسلمي لي يا غل. النبي يا ست سائلك النبي يا ست تخليني اشوف. والنبي حد شافك وانت داخله؟ دخلي يا ابو العيله. تعالي يا فاطمه. اشكري يا ست. يا ربنا يطمن قلبك. سلام يا ولاد، لو الواحد يبقى عنده جوز بيحبه كده ولما يعمل عملي وحد يخبيها عنده اروح له واني لابسه شال وجلابيه. يا اخويا ايه اللي حصل؟ عمل فيك ايه الضلال ده؟ ولا يهمك يا فاطمه. امي وولاد اخبارهم ايه؟ كويسين يا اخويا. المهم انت ايه اللي حصل يا ابو العلي؟ عملت ايه مع العمده؟ في حد شافك داخله هنا؟ لا يا اخويا ما حدش شافني. ما تحكي لي يا ابو العيل. عايز تعرفي؟ ايوه طبعا عايز اعرف. ما تقول يا ابو العيل يريح قلبي. الكلب النيجس قال ايه؟ عايزني اطلقك عشان يتجوزك هو. انت بتقول ايه؟ سيبه بقول لك كده. ودي كلام ما ينفعش تاخد وتدي فيه. اتعميت ما حسيتش بحاجه. كان لازم ان يقتله يموت نفسي. هتشر عليك يا اخوي. ده انا ما يبقاش ليا عيش في الدنيا دي لو انت ما كنتش فيها يا ابو العلي. ما تقولش على نفسك كده يا اخويا ده انا موت وراك. اسمع يا ابو العلي احنا خلاص يا اخويا ما بقاش لينا عيش في البلد دي تاني. لازم نمشي منها. لازم. عندك حق. عندك حق يا فاطمه. احنا يبقى مجانين لو قعدنا هنا دقيقه واحده. مجانين. ايوه صح. انت علاوي وظالم يا رب. ربنا يخليك ليا يا اخويا. ما تخافيش يا فاطمه. ما تخافيش دي حته كلب. الله يسترها معاك يا رب يا ست ويطمن قلبك. المعروف ده انا مش هنساه طول عمري. انا سمعت يا فاطمه ان انت قاعده في بيت الشيخ محمود. الله يستر عرضه يا رب ويوسع رزقه ويرزقه من نعيم الدنيا قادر يا كريم. هو اللي قوينا في داره. فاكره يا فاطمه دارنا القديم؟ ايوه طبعا. امال ايه فاكراه؟ خدي المفتاح ده روحي اقعدي هناك انت واولادك وام ابو العيله. ما تقوليش لا. الشيخ محمود مش هيستحملكوا اكتر من كده.
الناس خلاص ما بقتش تستحمل بعض، واللي كان بيستحملك امبارح مش هيستحملك بكره، ولا ايه؟ ايوه يا ست صح، عندك حق طبعا، بس احنا كام يوم وماشيين. ما تقوليش هتسيب البلد، خلي الموضوع ده بعدين نبقى نتكلم فيه. الا قولي لي يا فاطمه، انت ايه رايك في الكلام اللي بيتقال عليا في الكفر؟ هيكون بيتقال يعني ايه يا ست غير كل خير؟ ليه؟ انت فكرك يعني ان انا قاعده في الكفر ومعرفش الكلام اللي بيتقال عني؟ لا دول بيقولوا كتير كتير قوي، بس محدش فيهم فكر مرة يجي يقف قصادي ويقولي كلمة من الكلام اللي بيتقال من ورا ظهري. أيوة ما هي الناس كده، ناس تخاف ما تختشيش طبعا، يستنوا بس يدوا ظهورهم لبعض عشان يتكلموا على بعض. عارفة ليه؟ ليه بقى؟ عشان هما من جواهم متأكدين وواثقين جدا إن هما السبب اللي أنا فيه. أنا يا فاطمة ما باخدش حاجة بالغصب، أنا بروح لحد وباخد بنته، باخدها بمزاج ومش غصب عني، بس هي الناس كده محدش عاجبه حال التاني. أنا لو رحت لأي حد في الكفر وعرضت عليه نفس العرض هيوافق ومش هيعترض. ما تأخذنيش يعني يا ست في اللي هقوله، يعني أنا عايزة أقولك كلمتين بس. قولي. هو بصراحة يعني كده الجواز بالطريقة دي حرام. وهو ايه بقى الحلال يا بنت الحلال؟ اللي بيجرى لك انت وجوزك ده الحلال؟ بس يا ست مش معنى يعني ان شويه ناس غلطهم ان الناس كلها تقلدهم وتعمل زيهم. لو انت فاكره ان العمده عيد من هو اللي ظلمك، لا يا حبيبتي، الناس هي اللي ظلمتك. ظلمتك بخوفهم ورعبهم من العمده اكتر من خوفهم من ربنا. ده حتى مبروك، قصدي الشيخ مبروك، بيفسر الامور حسب هوا العمده مش حسب الحق. ايوه صح عندك حق، هما الناس لما بيبقوا مبقوقين من العمده وعمايله بيطلعوا غلبهم في بعض وبيعضوا في بعض كمان، لكن هما في الاصل غلابه نفسهم يعيشوا مستورين وهمهم بس ان هما ياكلوا كوم اللحم اللي قاعد في رقبتهم. لا يا حبيبتي، الناس دي مش غلابه، الناس دي تستاهل الظلم وكل اللي اتعمل فيهم، عشان كل واحد فيهم عارف الحق بس ما بيعملش بيه، ويعرف الصح بس سدد ودانه مش عايز يسمعهم. ايوه هما كده صح. انتي عارفه يا فاطمه انا بقيت كده ازاي؟ ما تاخذنيش يعني يا ست، قصدك ايه ببقيت كده دي؟ انا هفهمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا زينب؟ ايه يا حبيبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا جمور؟ هي فين امك؟ امك يا حبيبتي راحت مشوار صغير كده وراجع طوال. طب هي فين؟ هي الظاهر والله اعلم راحت عند ابوكي. وابويا فين؟ هو هيجي مع ام فضنا؟ يا رب ربنا يجيبهم مع بعضهم التنين يا بنتي. لا، اللي حتاجي دلوقت أما فاطمة بس. وعلى ما تاجي أنا راح أحكي لك حجية وحلوة قوي راح تعجبك خالص. وقبل لا نحكي نصلي على كامل النور ونقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحكاية يا ستي حكاية بلدين فيهم ملكين، والبلدين دول جار بعضيهم. الملك الأولاني بتاع البلد الأولانية كان رجل ظالم ومفيش عدل في حكمه أبدا، وبيكره الناس اللي في مملكته، هم كمان لازم يكونوا إيه، بيكرهوه برضو، هيحبوه ليه؟ أما الملك الثاني كان
كان عكس الملك الأولاني على طول الطريق، كان رجل عادل وبشوش ويحب الناس اللي في مملكته كلهم، هما كمان كانوا إيه بيحبوه برضو. لا يا حبيبي أمك لو كانت عايشة كانت حكت لك علينا، أمك كانت تعرفنا كويس أوي، كانت حكت لك عن أيام والليالي اللي كنا بننام فيها من غير حتى ما نلاقي لقمة أو حتى من تراب. أنا يا فاطمة أمي كانت بتغلي المية وتحط فيها الحطب عشان تفهمنا إنها بتعمل أكل عشان تصبرنا. هو الغلبة بس ما سابش مني يا ربي لغاية ما جه حد وقال لأبويا بنتك بقت حلوة وزي القمر، إنه في واحد صاحبي شافها وعايز يتجوزها. عارفة صاحبه ده؟ كان أكبر مني بـ30 سنة، كان راجل متجوز ومخلف وما كانش عايز حد يعرف إن هو هيتجوز تاني، بس كان صاحب مركز كبير وغني قوي. كان الفقر والجوع أقوى من كل حاجة يا فاطمة. اتجوزته وشفت معاه محدش شايفه، وفضلت الناس تاكل في وش أبويا في الرايحة والجاية وتقول ده الراجل اللي باع بنته اللي باع لحمه وعرضه. قالوا له الكلام يسم البدن لغاية دي حبت عيني ما مات من الحصر. مات من الناس اللي كانت شايفانا بناكل كل يوم العظم ونشرب شوربة الحطب، ولا حدش فيهم قدر مرة يمد ايد بالمساعدة ولو حتى بكلمة طيبة. كلهم بقوا وعظة، كلهم بقوا بيقولوا ان اللي ابويا عمله ده عيب وحرام وحد الله بينا وبينه، المفروض ما كانش يعمل كده حتى لو كان هيشوف ولاده بيموتوا قدامه من الجوع والبرد. عشان كده قررت ان انا ارجع واخليهم يدوقوا ويشوفوا نفس اللي عملوا فينا، عايز اشوفهم هيعملوا ايه لو اتحطوا في نفس الظروف. والله انا ما عارفه اقول لك ايه يا ست، بس انا ما يهمنيش البلد عملت ايه ولا حتى ايه اللي هيتعمل في البلد، ولا حتى فكرت ان امد ايدي لحد. كل اللي انا كان نفسي فيه ان انا مطمنه وانا واخده عيالي في حضن، وابو العيله يفضل مضلل علينا ومحوطنا بدراعاته، نجوع بقى ما نجوعش، ناكل ما ناكلش، نموت حتى من البرد، كل ده مش مهم. كل اللي انا كنت عايزاه ان انا ما اطمنه وانا مش عامله اي اعتبار لاي حد. القوي بس هو اللي بيعرف ينام وهو مطمن، لكن الضعيف عمره بينام وهو مطمن، ده اذا جاله نوم اصلا وبيتحاسب على كل نفس بيطلعه، لكن القوي يعمل ما بداله. ايوه عندك حق، انا حاسه اسمحك يا ست روي، قال انا لازم امشي قبل ما اذن الفجر يأذن والشيخ محمود يصحى عشان يصلي. قال انا سايبه الباب مفتوح، خفت يعني لخبط وانا راجعه صحي اهل الدار، وبعدين لو جم شويه هوا كده ولا كده ممكن يفتحوا الباب، وانا هجيبلك ده هيفضل فوق راسي طول عمري، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقعده لك في دنيتك وفي اخرتك بعد عمر طويل. فوتك بعافيه. في السرير دلوقتي، بس هيحصل يا بيت،
هيحصل، وحياة كل حاجة حلوة وكل حاجة وحش لا يحصل. بيحبها يا حفيظة، عايزها هي مش واحدة غيرها، ولو جبتي له 1000 واحدة غيرها هي فاطمة اللي معششة في دماغه وقلبه. ده هو ده العشق يا بيت، هو ده العشق بعينه يا عتمان، ولا العشق بقى بتاع الأغاني وأفلامات السيمة. يكون إيه لها الفوطة والعيلة دي عشان ينام في حضن الجمال ده كله؟ يا ترى يا عتمان حبيتني ولو نص الحب اللي حبيته لبيت فاطمة دي؟ بس لا، حب إيه؟ عتمان ما بيعرفش يحب، ده طمعان في جمالي. ما تضحكيش على نفسك يا حفيظي، محدش يعمل العمايل دي كلها إلا إذا كان بيحبها. يعني فاطمة دي لو دخلت الدار هتركب الكل وهتدلدل رجليها كمان. صباع رجلك يا فاطمة؟ لا صباع إيه؟ ضوفر رجلك بعشرة من اللي متلقحة جنب دي زي الشواه كده يا عتمان. بحبه. أنا سايبك براحتك يا فاطمة، بس قولي لي عاد، أنت ليه عملتي كده يا بنتي؟ يعني تولعي في دارك وفي نفسك النار، تضربي نفسك بالسكين، ليه يا بنتي؟ ليه؟ تعبت، تعبت يا شيخ محمود وقلبي بيتنفض جواي. خلاص مبقتش قادرة أتحمل، وخايفة أسيب البلد دي وروح بلد تانية ألاقي الناس هي الناس. وليه يا بنتي؟ تروحي بلد تالتة ولا بلد رابعة ليه؟ ما ترمي حمولك على الله يا فاطمة، ده رحمة واسعة. دي مصيبة إيه بس دي يا ربي اللي أنا فيه؟ إيه خبريها يا فاطمة؟ يا بنتي ما تقولي فيه إيه وغوشتيني. أنا عايزة أمشي من البلد دي من سكات، تغر البلد دي باللي فيه. يا رب يا رب عشان خاطر حبيبك النبي تنجيني أنا وجوزي وعيالي، وتبعد عننا كل شر، وتعمي عننا عيون عتمان. اللهم أمين يا رب العالمين. المهم طمنيني يا فاطمة على أبو العلة، مش بخير برضو وكويس؟ أبو العلة بخير الحمد لله، بخير. طيب الحمد لله، والحمد لله كمان إني جلبيتي جت مقاسك. يلا أروح أنا ألحق صلاة الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أنت إيه اللي صحاكم؟ يلا يا عيال عشان تناموا. يلا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قاضي، ربنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. مرحبا يا شيخ حسان، والله طيب انك جيت تصلي. لا وايه عاد جاي تصلي الفجر؟ حاضر كمان، ده انت يكسروا لك زيري يا وكلهم. يا يود مالك يا حسان؟ مش كويس انت؟ لا يا ابو شيخ، لا انا مش كويس، انا تعبان، تعبان بالقوي، تعبان ومش عارف انام، وعليا مش عايز اتغفل، مع اني بغمضهم يا ابو شيخ، بغمضهم على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا حسان؟ إيه اللي حصل يا ولد؟ ربنا غضبان علي يا أبا الشيخ. إيه ربنا مش راضي عني، زعلان مني. بس أنا يعني كنت هعمل إيه يعني؟ ما أنا مفيش في إيدي حاجة، أنا غصب عني.
أنا مخنوق يا بشيخ، مخنوق قوي وقلبي وجعني من جوي ولساني معقود مش عايز ينطق. فكوا يا ولد، فك لسانك وقول. وثلاثة بالله العظيم يا حسان، كل اللي هتقوله ما في حد هيسمع به يا ولد، قول بس. ما هو لو ما حدش عارف حاجة يبقى أنا ما قلتش حاجة، والنايبة إني لازم للناس كلها تعرف اللي أنا عايز أقوله ده عشان ربنا يبقى راضي عني زي ما هو عايز إني أقول الحق. بس أنا مش قادر، أنا عايز أقول بس مش قادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة يا بشيخ، إيواني الشيطان الرجيم ده بذات نفسه، أنا الشيطان الأخرس السجد عن الحق الله يلعنه. طيب بس استهدى بالله، استهدى بالله يا حسان، وقوم صلي لك ركعتين كده لله تصفى. مش متوضي انت؟ قال لي يا بشيخ بصحيح ربنا يغفر الذنوب كلها كلها كده. مالا ربنا غفار الذنوب جميعا الا ان يشرك به. بس خلي بالك عادي يا عم حسان، الشرك بالله مش معناه انك انت تعبد حد غيره، ولا يعني انك تحط حد تاني معاه في الميزان. عشان كده لازم يبقى خوفك من الله أكبر بكتير من خوفك من المخاليق اللي زي عثمان وغيره، وخوفك من قهرهم ليك يا ولدي. عشان كده سيدنا النبي قال إيه؟ عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اتفضل يا جناب المأمور، اتفضل كده بقى، وصلك حقك كامل مكمل. ايه ده يا عم، ده كده يبقى اقل من المره اللي فاتت. ايوه، ما هي الارض ما رمتش محصول قد كده. وبعدين تصدق بالله سعر الكوسه والبطاطس بقى في النازل، انا ما رضيتش ابيع بخساره. تصدق انا عندي محصول ياه ما رضيتش ابيع، قلت وابيع بخساره ليه؟ يتحرق المحصول. عارف أنا لو كنت حسبتك على الخسارة دي ما كانش وصلك ولا نص المبلغ ده. بس أنا قلت يعني جناب المأمور ملوش صالح بالموضوع ده، كفاية قوي إن هو مستأمني على أرضه، دي برضه تسوى كتير. بس أنا كده مش مبسوط يا عمدة. إن جيت للحق بقى يا جناب المأمور، أنا اللي مش مبسوط. ليه بقى يا سيدي؟ يعني بقى حتة بلد زي دي كلها على بعضيها كده ما تجيش كم متر ونص، يزوخ فيها الواد أبو العيلة كده ولا حس ولا نفر، زي الواد محروس اللي قابله المجرم ده. ما إحنا فتشنا البلد كلها ما لقيناش لهم أثر. أكيد خرجوا برا البلد. إيه إيه؟ وأبو العيلة ده هيخرج برا البلد يروح فين داهية؟ ده لا أب ولا أم ولا خال ولا عم. ده لولا أني كنت بعطف عليه كان زمانه مات من الجوع. ما تقلقش يا عمدة، هنجيبه. أيوه أيوه، ما أنا سمعت برضه الكلام ده قبل كده أيام الواد محروس. وبعدين بقى يا عمدة، أنت كده بتغلط. لا لا لا، أنا ما أقصدش يا جناب المأمور ده، أنا بس بفضفض معاك يعني من عشمي، ده أنا بحبك. ماشي يا عمدة. ايه ايه، رايح فين؟ عندي مشوار مهم لازم الحقه. مش هنتغدى سوا؟ لا مفيش داعي. اياك ما تعرف تصرف منهم مليم واحد، كل ده تعب وشقاي. جاهز اهو. ايه ده، انت رايح فين يا ابو العيل؟ انا خارج. يا لهوي بالي كده في عز النهار،
انت ما انتش عارف ان العمده طارق الغفر في كل حته؟ ما يطلب. انا هروح اخد امي وفاطمه والولاد ونهجم البلد دي كده في عز النهار. اهدي، انت اتجننت ولا ايه؟ امال اعمل ايه بس يا حنين؟ تعمل اللي هقول لك عليه. انت تقعد تاكل وتستنى اما الليل ينزل وتقول لي انت عايز ايه بس، واني هروح لك لفاطمه فرير اقول له. النبي؟ اي والله. بتي حنين؟ يا نعمة. هي ست راوية بتعمل ويانا كده ليه؟ ايه؟ مش واخد عليها يعني في الكرم دي ولا الحنية دي؟ طب ما انت واخد بالك اهو. واخد بالي من ايه يا بت؟ من اللي انت فاهمه بقى؟ قصدك يعني انها يعني كده الست راوية معجبة بيك من زمان يا ابو العيلة، من ايام الطاحونة اللي تهد حالي من المروح والمجية مني، بس انا عارفة ان كل دي سهوكي. لا والله. اي والله. طب وش معنى انا يا بنت؟ اهو الالبوم ميري. البوم ميري؟ ولا تكون شايلت لي في حاجة كده ولا كده؟ وتقول لنا ليه؟ أني في الأول ولا في الآخر خدامة عندي؟ أني لازم أنا هنجي واسيب البلد دي. ده حر بقى يا أخوي، تعمل لي لد عليه. بس هو مقامي سايح، تخلي بالك من فطني. المهم بقى يا بنت عشان تمشي ساعة تلبسي في هدومك. يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي. ايه دي؟ في ايه؟ هو انت تاخد غرضك وتزقني على بر؟ في ايه يا عمد الله؟ ايه يا بنت انت هتستمر معايا ولا ايه؟ وبعدين بعد كده ما تبقيش تحط الريحة الغامقة اللي انت حطاها دي. عيني علي، ريحة ايه عشان احطيه؟ وانا حلت ريحي دي ريحة الجلة اللي في الزريب. يبقى بلاش الريحة اللي بتطلعيها دي، ما تطلعهاش تاني. عارف يا عمدي؟ مش عارف. وانت بالسروال بتسوي الهوال. ايه الكلام دي؟ اجيب لك حفيظي؟ بس يا بنت عيب. لا اجيب لك حفيظ. لا اختشي بقى، بلاش قلة قيمة. طب بقول لك ايه؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا اختي. يعني العيدية. عيدية ايه يا بنت؟ ايه الطمع ده؟ طمع؟ ليه؟ كنت اخدت ايه اولاني عشان اطمع في التاني؟ ما تجيب العيدية. ايه انت بتاخدي وتنكري؟ اخدت ايه منك يا عمدي؟ ايه؟ يلا يا بنت امشي بقى يا بنت. طب بقول لك ايه بلاش، انا عارفك ايحة وشح، مش هتديني العيدية. ما تجيب بوسة. لا. ليه؟ كده اهو. طب انا عايزة بوسة. لا انا بعد كده ببقى عرفان من نفسي. واني قرفانة منك بس عايزة. طب غوري في داهية بقى، مش ناقصة قرف. لا بوسة. بقول لك ايه؟ بوسة. إيه؟ يا بنت عيب بقى اختشف. عمدي. عشان انا ما بحبش كده. اهدي. عمدي. بقول لك ايه؟ هديك على وشك انا اخبطهولك. اهي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ زق ايه؟ ايه يا اختي؟ زق ايه؟ ازقني يلا عشان اطلع بره. زق ايه ايه؟ ايوه. لا ممكن اديكي خنيه. يلا من هنا. اللي يجي منك حلو. يلا غوري بقى. خنيه يا بنت بس بقى. زق ايه؟ يا بنت اختشي بقى. زقني زق ايه؟ ايه قله القيمه دي؟ يخرب بيت ملامحك. ما انا اللي بجيبه لنفسي. ايه والله انا عمال ارمرم يمين وشمال. فينك يا فاطمه؟ احلى حلاوه. احلى واحده في الكفر كله. طب تعمل ايه هنا؟ ايه يا عمده سلامتك؟ ده بيتي. انت مش مفروض تكون في الجامع. خبر ايه يا عمده؟
لكن العساكر والغفر بتوعك تعبوا من التدوير والتفتيش على ابو العله. قلت تاجي تدور بنفسك؟ دخل علينا الدخله الواعره دي. لا يا اخويا العساكر بتاعه والغفر ما تعبوش ومش هيتعبوا ابدا، وهيقلبوا البلد دي فوقاني تحتاني لحد ما يطلعوا بيه، وانا بقى ادخل مكان ما يعجبني في الحته اللي تعجبني وقت ما يعجبني. يدخل في المكان اللي يعجبه في الحته اللي تعجبه وقت ما يعجبه. ايوه في الحته اللي تعجبه يدخل. عايز اشوف فاطمه. عايزها ليه يا عمده؟ وانت مالك انت عايزها في ايه؟ عايز اتحدث معاها في كلمتين يا عمده. الكلام ده ما يجوزش ولا يرضي ربنا. البيت في حريم طالعه نازله ونازله طالعه. يعني واقف اهو عايز اشوف اللي طالعه نازله واللي نازله طالعه. مش شايف حاجه. يعني هو يا عمده. لا مؤاخذه يا شيخ محمود. اصل عمده جايه لاني. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. استغفر الله العظيم من كل صنف. وسع. نعمين يا عمده. ايوه ايوه. ما تهوينا يا واد انت وهو، هوا هوا يلا. ده ايه الغلب دي؟ ايوه كده. انت كده فهماني. بس لو تفهميني. خير يا عمده؟ خير ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ مالك كده يعني عماله تحلوي ولا على بالك؟ حلوي ايه وزفت ايه؟ فيه ايه يا عمده؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ يعني عايز اقول لك ما تجيب من الاخر يا اخويا، ده انا فاكرك جاي تسالني على ابو العيله. ابو العيله؟ وانا يعني هسالك انت على ابو العيله؟ وانت لو عارفه ابو العيله فين هتقولي لي اني هتكذبي طبعا، بس انا بقى هوقعك في الكلام. وهتوقعني في الكلام ازاي يا عمده؟ قول ابو العيله كده. ابو العيله؟ ايوه. قول عثمان. عثمان؟ يا سلاسل طالعه من حنكك سلاسل ذهب، قوليها كمان مره بس بحنيه. ما توعي ايدك كده يا عمده. يا بنت افهميني، والله لو فهمتيني هتعيش عيشه غير العيشه، لو تحس باللي انا حاسس بيه وتفهمي اللي انا فاهمه. ايه يا بنت مالك؟ لو هوبت بايدك ناحيتي تاني يا عمده هصوت ولم عليك اهل الكفر كده. خلاص وانا يعني مش هعرف اجيبه؟ لا وحياه امك لا اجيبه، واجيبه تحت رجلي كده يبوس الرجول والايدين، وانت تيجي ورا منه تبوس البزه نفسه. اه يا بلد. ماشي. انت فين يا مين التوهور؟ ايه يا فاطمة الحكاية دي؟ حكاية ايه؟ حكاية العمدة اللي معيش يسألك على ابو العلي. ما عايزاش تقولي لي براحتك، بس انا بقول يعني جايز لو فضفضتي لي ترتاحي يا بنت. يا شيخ محمود اللي العمدة عايزه ده ما يخطرش على بال حد. ده كلب ولا يسوى. صدق يا شيخ محمود الراجل الخسيس ده عايز يطلقني من ابو العيله غصبانيه عشان يتجوزني هو. صدق قالوا انت قلبي تسالني مالك نفسك هين عليكي ليه كده يا فاطمه؟ انني لا طايقه نفسي ولا طايقه الكفر كلات ولا طايقه الناس. انا تعبت تعبت ومش عارفه اتصرف ازاي يا شيخ محمود. دبرني اعمل ايه مع الخسيس دي؟ حد يقول لي يا ناس يا ناس حد يفهمني. انا تعبت يا شيخ محمود تعبت. ربنا العلي القدير قادر على كل شيء يا فاطمة يا بنتي، وارمي توكالك على الله.